نعم طبعا، مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. في إطار المراجعة التاريخية للأحداث الدائرة في اليمن، ويعني تأصيلها ومعرفة أسبابها، أسعدني أن أنا أستضيف اليوم الدكتور علي البكالي، مستشار وزارة الإعلام وناشط وباحث سياسي، الدكتورة أمل أيضا قاضية ودكتورة في القانون الدولي، والأستاذ دكتور أحمد الحنحنة أيضا في مجال القانون الدولي. واعذروني إذا كنت لم أقدم الإنسان بما أو فاتني شيء، يعني أعتذر منكم. حبدأ بالدكتور علي، ويا ريت أيضا كل إنسان يقدم نفسه بما يحب وبما يرى. دكتور علي البكالي، ورقة العمل المقدمة من الدكتور علي البكالي هي حقيقة جرائم الاحتلال والإرهاب الهاشمي الحوثي في اليمن. حول هذه الورقة دكتور علي، وحول أبحاثك المتواصلة والإحصائيات التي قمت بإدراجها، أتمنى أن تعطينا المزيد والمزيد من ما توصلت إليه. تفضل دكتور علي، معكم. شكرا جزيلا دكتور محمد، واهلا وسهلا بكل الاساتذه والدكاتره المشاركون في هذه الندوه الفكريه التاريخيه الحقوقيه ايضا. وبالنسبه لي انا علي البكالي، احد ضحايا هذا الارهاب الحوثي، يعني مشرد يمني مشرد عن وطنه. هذا هو التعريف الاصح بالنسبه لنا، يعني لا مسؤوليات ولا شيء، نحن جميعا مشردون عن اوطاننا بسبب هذا الارهاب الحوثي الذي سطى على الدوله والبلاد ودمر كل ممتلكات الشعب اليمني، وجعل اهل هذا البلد بين قتيل وجريح وشريد، ويعني محاصر او مسجون في الداخل. حول اليمن الى سجن كبير. حقيقة هذه الورقة، ورقة العمل، عنوانها حقيقة الإرهاب الحوثي الهاشمي أو العلوي في اليمن. وحينما نتحدث عن الإرهاب الهاشمي الحوثي، فنحن نتحدث عن نزعة عنصرية سلالية، هي عبارة عن أيديولوجيا إرهاب ممتدة عمرها يتطاول على 1200 عام، وهي تقوم على 6 أركان رئيسية أسردها بشكل سريع. الركن الأول، وكل هذه الأركان طبعا التي تقوم عليها هذه العقيدة، هي مجرمة في القانون الدولي، مجرمة في قوانين حقوق الإنسان، سواء القانون الدولي أو المعاهدات والاتفاقيات الملحقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. أول هذه المعتقدات أو الأركان التي تقوم عليها هذه الأيديولوجيا الإرهابية العنصرية القائمة على النزعة العرقية ودعوة التفوق الجيني الآري الإثني، وهي نزعة مجرمة دوليا بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهذه الاتفاقية طبعا اتفاقية أممية أطلق عليها الإصدار الثالث لحقوق الإنسان، وتم التوقيع عليها في ديسمبر عام 1965، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على أن أي تمييز أو استعباد أو تقييد أو تفضيل قائم على عرق أو لون أو نسب أو أصل قومي أو إثني يكون له هدف أو أثر في إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارسة والتمتع بها وممارستها على قدم المساواة أو الإخلال بها يعد جريمة إنسانية. هذا نص من مقدمة العهد الدولي لمكافحة أو للقضاء على أشكال التمييز العنصري. وإذا هذا الركن الأول من أركان العقيدة الأيديولوجية للإرهاب الحوثي والإرهاب الإمامي المتصل عبر الزمن. ثانياً، الاستعباد السلالي، ونعني بالاستعباد السلالي هو قسمة المجتمع اليمني إلى يعني قسمين أو طائفتين أو فئتين. الفئة الأولى هو المستبد ومن معه من سلالته، هذه السلالة المستبدة سواء حكامها أو عناصرها ومن ينتسب إليها. والطبقة الأخرى أو الجزء الآخر هو الشعب اليمني الذي يعتبر مسلوب الحق السياسي والاجتماعي وحق الحياة أيضا،
واعتبار هذا الشعب اليمني مجرد رعايا وعبيد وعمال أقنان الأرض. ولذلك أطلقوا على الشعب اليمني مصطلح رعية ورعايا تساوي في العصور الوسطى الأوروبية أقنان الأرض، وهذا يسمونه أو ما يسمونه في معتقداتهم بالبطنين والحق الإلهي. ونظرية البطنين والحق الإلهي هي تعني أن هناك حاكم من عند الله ورعايا من عند الله، يعني يدعون أن الله يعني أرسلهم إلى اليمن كحكام على اليمنيين، وجعل لهم اليمن سخرة وعبيدا ليقوموا على خدمتهم، وحراسة الأرض ليتمتعون ويأكلون ويحكمون، هذه هي عقيدتهم. بالتالي بمعنى أنهم يدعون أن اليمن إقطاعية لهم من عند الله ورسوله، ولا يجوز في عقيدتهم أن يحكم اليمني أو أن يحكم اليمن إلا الغزاة العلويون الذين وفدوا من خارج اليمن باسم آل البيت، بما يعني بالمصطلحات يعني المعرفية احتلال سياسي مدعوم بنظرية دينية تدعي حقيتهم في الإمامة والسلطة، وليس اليمنيين حق في حكم بلادهم ولا أنفسهم، وإنما هم عبيد ورعايا لسلالة غازية محتلة لا تزال إلى اليوم رغم هذه القرون المتطاولة تعيش فكرة أو نفسية المستعمر ونفسية المحتل ونفسية المستبد. ثالثا، عقيدة التكفير وإباحة دماء اليمنيين، وهذه العقيدة متأصلة منذ يحيى بن الحسين الرسي إلى يومنا هذا، هي نفس الأفكار ونفس العقائد، وهي تقوم على أساس أن كل من يرفض أحقيتهم في الحكم والسلطة ومن يرفض قداستهم العرقية والجينية فهو كافر، ويسمونه كافر تأويل أو كفار تأويل. وما دام كافرا يعني رافضا للاعتراف بحقهم في السلطة وحقهم في التفوق العرقي والجيني، فمن الواجب أن يقام فيه حد الكفر، وحد الكفر عندهم هو إباحة دمه وإباحة ماله وإباحة عرضه. ومن هذا القبيل تشن هذه الميليشيا عبر التاريخ حروبها على اليمنيين، على اعتبار أن اليمنيين كفار، ولا يدخل في مصطلح الإيمان إلا من آمن بتفوقها الجيني والعرقي وقداستها السلالية وأنها قرينة القرآن، وسلم بلاده لها لتحكمه، وتحول من إنسان حر كريم إلى عبد ذليل طائع لهذه السلالة. أما العنصر الرابع أو الركن الرابع من أركان هذه العقيدة الإرهابية فهو العنف السياسي، وهذا العنف السياسي مرتبط بعقيدة التكفير وعقيدة العنصرية وعقيدة ادعاء الحق الإلهي. فما دام أن الحق الإلهي وهو معنى الحكم والسلطة منحصرة فيهم حسب معتقداتهم، إذن فمن عارضهم وطلب الحكم لنفسه فيجب قتله، ولهذا أفتوا بقتل أي يمني، إباحة دم أي يمني يطلب السلطة لنفسه، وأباح أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة دم وعرض نشوان بن سعيد الحميري، قال: أما الذي حق جدودي فيه فيقلعون لسنه من فيه ويؤتمون ضحوة بنيه إذ أن حق الغير يدعيه، يعني أن نشوان بن سعيد الحميري هذا القيل الحميري ادعى الملوكية، طلب لنفسه الملك، وهم في عقيدتهم أن الملك ليس إلا حصرا على هذه السلالة. وإذا فهم يمارسون كل أنواع العنف، من قتل، إبادة جماعية، استهداف للمدنيين، تدمير المباني والمساكن، وهذه من أيام يحيى بن الحسين الرسي إلى يومنا هذا. الحوثيون إلى الآن فجروا أكثر من 2000 منزل لمعارضيهم السياسيين، أيضا سبي النساء، ولهم كتب ومؤلفات تزيد على 100 مؤلف في مسائل إباحة سبي نساء اليمنيين وأطفال اليمنيين، أيضا إحراق المدن وإحراق القرى على سكانها وساكنها، وستلاحظون فيما سيأتي بعض النماذج من هذه الجرائم. كذلك ابتكروا لاستعباد اليمنيين فكرة القيد والمرود، ضرب القيود الحديدية على أيدي اليمنيين وعلى أرجلهم، ووضع سلسلة من رقبة السجين إلى يده وقدمه لتكبيله إمعانا في إذلال اليمنيين. كذلك من العناصر التي تشكل عقيدتهم الإرهابية إباحة أموال اليمنيين واعتبار أنها فيد لهذه السلالة، لأنهم يعتقدون أن الله قد منحهم اليمن وثرواتها كلها، ولهذا ليس عندهم يعني حدود لمسألة النهب، لأنهم يعتبرون كل الأموال التي يستطيعون أخذها حلالا لهم،
وان كانت في ايدي اليمنيين، ولو اضطروا لقتل اليمنيين على هذه الاموال. لذلك يعني المتوكل على الله اسماعيل افتى بجواز اخذ اموال الشوافع، والف كتابا في ذلك، وارسل جيشه الى مناطق تهامه ووسط اليمن، وقتلوا اكثر من 40,000 يمني في مناطق وسط اليمن وتهامه من اجل ان ينهبوا الاموال، وسبوا كذلك النساء. سادسا، العنصر السادس في عقيدتهم الاجراميه الارهابيه حرمان اليمنيين من التعليم، وهي سياسه نابعه من عقيده متطرفه تدعي ان السلاله العلويه هي باب مدينه العلم، وانها قرينه القران، وان كلامها وحي ودين هو يساوي كلام الله، وان هذا العلم ينبغي ان يظل محصورا في هذه السلاله، وليس من حق غير هذه السلاله ان يتعلم او يفتي او يصبح متعلما، لانه اذا اصبح متعلما سينافس هذه السلاله على المكانه الاجتماعيه وعلى المنصب وعلى السلطه وعلى غيرها، وبالتالي فانهم يعني نشروا هذه المعتقدات وهي انحصار التعليم فيهم، ونشروا حتى بعض الامثال الشعبيه التي تعبر عن سياستهم، منها مثلا عباره او مثل كانوا يرددوه زنجبيل بغباره، كانوا يقولون لليمنيين الافضل لليمني ان يظل قبيلي غير متعلم، زنجبيل بغباره ما اطعمه، وكان يعني كانوا يقولون اذا غضب الله على القبيل تعلم، يعني اذا يعتبر التعليم غضب من غضب الله على القبائل وعلى اليمنيين، لان التعليم ليس منحصر او ليس حقا الا لهذه السلاله منحصرا فيها. وهذه اللي هي الاركان السته لهذه الايديولوجيه الارهابيه. دعونا الان ننتقل الى 12 نموذج اسردها سردا سريعا، نماذج من الارهاب والتطرف السلالي لهذه السلاله عبر التاريخ. اولا، المجرم الارهابي ابراهيم بن موسى الجزار. ابراهيم بن موسى الجزار يعني في العام 198 الى 218 هجريه قتل اكثر من 100,000 يمني. في البدايه يعني اخوه، طبعا هذا في ايام الخليفه المامون العباسي، ايام المامون العباسي، اخوه خرج في الكوفه او يعني خرج شخص في الكوفه من هؤلاء العلويين، وادعى انه امام، وكان معه شخص اخر اسمه ابو السرايا. قام هذا ابو السرايا باحراق الكوفه، مدينه الكوفه كلها، ثم ارسل ابراهيم الجزار هذا ابن محمد يعني ابن موسى الكاظم، ابراهيم الجزار ابن موسى الكاظم، ارسله اخوه الى اليمن لينشر الفكر الاثني عشري والعقيده العلويين في اليمن، فحشد 6,000 مقاتل من طبرستان والديلم والحجاز وغزا بهم اليمن، دخل اليمن في 198 هجريه وظل 20 سنه يقاتل في اليمن، فقتل اكثر من 100,000 يمني في حروب متواصله. تمام؟ وهدم سد الخانق وقصر ناعط، وتعرفون ما معنى سد الخانق وقصر ناعط؟ هذا سد تاريخي وقصر ايضا حميري تاريخي. احرق مزارع اليمنيين وهدم الدور والمساكن، ولكم ان ترجعوا الى كتاب اليمن الهويه والحضاره للشماحي. المجرم الثاني او النموذج الثاني، المجرم الارهابي يحيى بن الحسين الرصي. دخل اليمن غازيا بجيش من طبرستان والديلم في 284 هجرية، وقاد 80 معركة ضد اليمنيين. هذه 80 المعركة ذكرها مجد الدين المؤيدي في ترجمة مجموع يحيى بن الحسين الرصي، وذكرها أيضا يعني عبد الكريم جدبان في ترجمة أحد كتب يحيى بن الحسين الرصي، أظنه كتاب الأحكام. 80 معركة ضد اليمنيين، من ضمن هذه المعارك معركة بني الحارث، ومعركة بني الحارث هذا يعني منطقة على الحدود ما بين نجران وصعدة. دخل هذه المنطقة فقاتل أهلها، ثم أسر من بقي فيها من الرجال، ثم أمر بقتلهم وشنقهم على الأشجار منكسة رؤوسهم، وظلوا أسبوعا كاملا حتى أنتنت جيفهم أو أنتنت جثثهم، ولم يستطع أهل القرية الأكل والشرب ولا النوم، وجاءوا إلى هذا يحيى بن الحسين الرصي المجرم الإرهابي يقبلون يديه ورأسه وقدميه ليهب لهم جيف إخوانهم ليقبرونها أو ليدفنوها في الآبار وفي الحفر، وهب لهم بعد ذلك جثث إخوانهم ليدفنوها في الآبار والحفر. من جرائمه أنه كان إذا دخل قرية يحرق المزارع ويهدم المساكن، إذا دخل قرية من القرى المناوئة له يحرق المزارع ويهدم المنازل
ويقتل الأسرى وضرب الحديد على الأيدي والأقدام التي تسمى القيود. أيضا شن حرب عصابات كثيرة على الدولة اليمنية اليعفورية التي كانت تحكم مناطق كثيرة من اليمن قبله، حتى انهارت هذه الدولة على عهده وعهد أبنائه من بعده، وظل أبنائه من بعده يمارسون الإرهاب لمئة وأربع سنوات، 104 سنوات، من 284 هجرية إلى 411 يعني هجرية، وهم يمارسون الإرهاب في اليمن. المجرم الثالث أو النموذج الثالث، المجرم الإرهابي الناصر ابن يحيى الرسي. هذا ابن يحيى الرسي أمر بهدم قصر غمدان التاريخي في صنعاء، وسجن وعذب العلامة الفيلسوف الحسن الهمداني حتى توفى في السجن، وفي بعض الأقوال أنه أطلقه بضمانة بعض الشيوخ وتوفى بعدها مسموما على أيديهم. والنموذج الرابع الإرهابي القاسم بن علي العياني. القاسم بن علي العياني في 394 هجرية قاد 30 معركة ضد اليمنيين حتى وصل صنعاء، واستباح صنعاء عن بكرة أبيها 3 مرات، وهو يستبيح صنعاء، يبيح صنعاء لجنوده للنهب والقتل والسبي 3 مرات. ثم فرض على اليمنيين زكاة السفر. ما هي زكاة السفر؟ هل سمعتم عنها من قبل؟ زكاة السفر يعني أن يدفع المسافر من مدينة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، ضريبة لحراس أو للعسس وجيش القاسم العياني. فكان إذا أراد الرجل أن ينتقل من دمار إلى صنعاء لا يسمح له بدخول صنعاء حتى يدفع ضريبة، وإذا انتقل من صنعاء إلى صعدة لا يسمح له حتى يدفع ضريبة، وإذا أراد أن يذهب إلى الحج مثلا وهو من سكان ذمر أو من سكان تعز وينتقل من محافظة إلى أخرى إلى أخرى يدفع في كل منطقة ضريبة انتقال. وذهبوا يشكون إليه عماله أنهم قد دفعوا، هؤلاء اليمنيون ذهبوا ليشتكون إلى القاسم العياني في عمران، وكان في حصن تقريبا في أحد حصون عمران لا أتذكر اسمه الآن، ذهبوا ليشتكون إليه عماله، فقال لهم أنتم تشكون وعمالي يشكون منكم ولا ندري من ننصف، وأبقى على عمالي. فكانوا يأخذون من الحجاج زكاة تسمى زكاة الحج، يأخذونها في ذمر ويأخذونها في صنعاء ويأخذونها في صعدة، حتى أن الحجاج يشكون فلا يبقى معهم ما يذهبون به إلى الحج. النموذج الخامس الإرهابي المهدي بن الحسين بن القاسم العياني. هذا في 404 هجرية ادعى أنه نبي، أنه المهدي المنتظر، وأن كلامه أبلغ من القرآن الكريم، وأنه أفضل من النبي، وأن يعني منزلته فوق الأنبياء والملائكة وأدنى من الله. وهذا الكلام موجود في كتبه، وحتى أحمد محمد الشامي في كتابه التاريخ الفكري والثقافي لليمن في العصر العباسي ذكر هذا الكلام في المجلد الأول والمجلد الثاني. وكذلك الشماحي وكثير من المؤلفين، ومن ضمنهم الأكوع إسماعيل بن الأكوع الحوالي في كتاب هجر العلم ومعاقله، وفي كتاب الزيدية أيضا ذكر هذا الكلام. هذا المجرم الإرهابي المهدي بن الحسين القاسم العياني دخل في معركة عسكرية، معركة مع القاسم الزيدي. القاسم الزيدي هذا كان قد احتل صنعاء، كان جندي أو كان قائد جيوش يعني القاسم العياني الذي هو والد المجرم هذا الحسين بن القاسم العياني، كان قائد جيوشه، وبعدين اختلفوا وهو سيطر على صنعاء وذمار ومات القاسم العياني. فأراد هذا المهدي اللي سمى نفسه المهدي الحسين بن القاسم العياني دخول صنعاء لاستعادتها من القاسم الزيدي، وحصلت مذبحة عظيمة، يعني قتل أصحاب القاسم الزيدي وأسر من اليمنيين 700 من أهل عنس وذمار وتلك المناطق، 700 شخص. ماذا صنع بهؤلاء الأسرى؟ جريمة يعتشيب لها الرؤوس، قام بربط أقدامهم إلى الأحصن إلى الأحصنة وإلى الجمال، وكان يربط الرجل إلى حصانين، يربط رجله الأولى إلى حصان ورجله الأخرى إلى حصان، ويربط يده كذلك. فكان يعني كان هذا الأحصنة أو الجمال عندما تتحرك يشتق أو ينشق أجسام هؤلاء الأسرى إلى 4 أقسام، إلى قسمين، إلى أكثر. صوروا هذه الجريمة، من قد عمل هذه الجريمة وفي أي مكان في العالم عملت؟ النموذج السادس المجرم الإرهابي أحمد بن سليمان، 532 هجرية إلى 560 هجرية. أفتى بكفر النشوان بن سعيد الحميري لأنه طلب لنفسه الإمامة وهو يمني وليس بعلوي ولا هاشمي. أفتى بحرمة زواج اليمنيين من الهاشميات، وقال أن الهاشميات مقدسات ولا يحق لليمنيين أن يتزوجوا بهن، وأوجب على اليمنيين أن
مش فقط يزوجوا بناتهم للعلويين، لا، أن يتبرعوا، أن يهدوا بناتهم للعلويين وأرغمهم على ذلك. دخل صنعاء واستباحها بجيشه 3 مرات وهو يقاتل اليمنيين من بني حاتم اليامي، لأنه كانت صنعاء، ولاية صنعاء بعد عصر الصليحيين بيد حاتم اليامي، وهذا يعني من الحميري من قبيلة يام، وكان يقتل ويسبي وينهب في كل مرة، حتى أن أهل صنعاء كانوا يفرون خارجها فرارا من الموت، أو كانوا يخرجون خارج صنعاء فرارا من الموت، حتى كانت صنعاء بعض الأحيان تظل خاوية من السكان. النموذج السابع الإرهابي المجرم عبد الله بن حمزة، 593 هجرية إلى 626 هجرية. هذا الرجل كفر أولا المطرفية وأحل دماءهم بسبب واحد، أو لسبب واحد، وهو أن المطرفية قالوا له بأنه يجوز أن يدعو أي يمني لنفسه بالإمامة أو بالملوكية، لأنه هؤلاء المطرفية عاشوا مع نشوان بن سعيد الحميري في نفس العصر، وتصارعوا مع أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة، ونشوان بن سعيد دعا لنفسه بالملوكية وهو حميري من صعدة، فكفره أحمد بن سليمان ثم كفره عبد الله بن حمزة وحكم عليه بالقتل بل واقتلاع لسانه. فخرج المطرفية هذا يناهضون حكم عبد الله بن حمزة في نشوان بن سعيد الحميري، وأفتوا بجواز أن تكون الإمامة والسلطة والحكم في أي شخص من اليمنيين، فقام عبد الله بن حمزة وكفرهم وأفتى يعني بإباحة دمائهم وسبي نسائهم وأطفالهم وحرق وتدمير بيوتهم ومنازلهم ومساجدهم، ثم قتل منهم 100,000، 100,000 هؤلاء الرجال فقط، الرجال والشباب والمراهقين. أما الأطفال والنساء سبى الأطفال والنساء كاملة، نساء المطرفية تم سبي نساء المطرفية بشكل كامل. وهؤلاء المطرفية هم مجموعة من القبائل اليمنية كانوا يعني عبارة عن طلبة علم لدى مشايخ، كان هؤلاء المشايخ أكثر من 105 شيخ علم، وكانوا قد يعني سبقوا بعض الجماعات الإسلامية في مسائل الكلام والفلسفة والحديث على يعني دوران الأرض والحديث على الكواكب والأفلاك وتدريس علوم المنطق وعلوم الطب هؤلاء. فأبادهم عبد الله بن حمزة عن بكرة أبيهم، بل أحرق حتى كتبهم ومؤلفاتهم وهدم مساجدهم وأحرق قراهم وهدم بيوتهم، بل أنه أفتى بجواز قتل وسبي وإحراق وهدم من ساكنهم في قراهم ومدنهم. فلما احتج عليه بأنه ما ذنب هؤلاء الذين سكنوا معهم، قال لأنهم جالسوا الكفار ولم ينكروا كفرهم. انظروا إلى هذا الإجرام. ومن إجرام أيضا عبد الله بن حمزة أنه أرسل أخوه يحيى بن حمزة قائد جيوشه إلى صنعاء وأمره بمقاتلة الغز، كان يسمي هؤلاء الغز الذي هم بقايا يعني العباسيين في صنعاء وجيوشهم، وكانوا من يعني جيوشهم من اليمنيين أصلا، جيوش الولاة العباسيين من اليمنيين. فدخل أخوه يحيى بن حمزة صنعاء فقتل منها أكثر من 2000 رجل، وفر بقية أهل صنعاء خارجها، ثم سبى منها 600 امرأة وخرج بها إلى قاع طيلسان اللي هو قريب من همدان، ربما شملان الآن، منطقة شملان، وقام بتوزيع هؤلاء النساء السبايا على جيشه. لاحظوا هذه الجريمة، سبي النساء وإبادة مدينة بكاملها. أيضا من جرائم عبد الله بن حمزة إحراق قرية المهجم، وقرية المهجم قرية من قرى تهامة، وقصتها أن 5 من أسر المطرفية، 5 أسر من المطرفية فروا من منطقة حراز، يعني من صنعاء، ضواحي صنعاء، إلى تهامة، والتجأوا بهذه القرية، وكان أهل هذه القرية قد تعصبوا معهم ووعدوهم أو التزموا لهم بالحماية، وأرسلوا رسولا من قبلهم إلى عبد الله بن حمزة، يعني وكانوا أشاعرة أشعرية يلتمسون لديه العفو لهؤلاء 5 أو 5 الأسر التي هربت إلى هذه القرية، ورفض عبد الله بن حمزة وأرسل جيشا لإحراق هذه القرية. فلما وصل هذا الجيش حاصرت هذه القرية، قرية المهجم، من كل اتجاه، وبدأ هذا الجيش بإحراقها، فأحرقت القرية بمن فيها من الرجال والنساء والأطفال وحتى الأنعام والبهائم، ولم يتبقى فيها أثر. أيضا أفتى بكفر الأشعرية، وحينما نزل إلى مأرب بجيشه عمد إلى تخريب آثار مأرب، آثار مأرب الحضارية، أول من خربها من هؤلاء العلويون، هؤلاء السلاليون الإرهابيون، عبد الله بن حمزة.
أيضا احتل مدينة مأرب وأسكن فيها عشيرته الذين يسمون بالأشراف إلى اليوم. ومن نماذج الإرهاب أيضا الإرهابي المجرم يحيى بن حمزة. هذا يحيى بن حمزة كان يعتبر من علمائهم والمعتدلين، يعني له أكثر من 70 مؤلف، وحتى شهد له بعض العلماء من غير الشيعة يعني أنه معتدل. وأنه تصور اعتداله، هذا جريمة واحدة من جرائم الاعتدال لهذا الرجل. هذا الرجل قام بادعاء الإمامة، يعني ثم لما أصبح إماما كانت بقايا المطر في بقايا الصليحية، بقايا الصليحيين موجودين في مناطق همدان حول صنعاء، همدان اللي موجودة اليوم، في وادي ظهر وفي بيت نعم وفي ضلاع وسط همدان. وهذه المناطق كان هناك مناطق تسمى مناطق طيبة، لعل بعضها موجود إلى اليوم، لا يزال إلى اليوم مناطق طيبة. مناطق طيبة هذه كانت تعتبر هجر علم، هجر علم للدولة الصليحية. كانوا لا يزالون يدرسون فيها بعض الفكر السني وغيره. فقام يحيى بن حمزة بمنعهم من تدريس الفكر السني، فلما رفضوا جمع منهم 700 من العلماء والمشائخ والطلاب ومشائخ القبائل والوجهاء في هذه المناطق، ثم أخذهم إلى قاع، يعني ذلك القاع الذي بين ثلا وبين تقريبا بيت نعم، لا أدري ما اسمه الآن، وبنى هناك جرن كبير، وقام بقطع رقابهم ثم رمى رؤوسهم في ذلك الجرن وأدخل عليها الثيران السود. ولعلكم تسألون أصحاب همدان عن قصة الثيران السود، لا تزال قصة مروية غير مكتوبة لدى أهل همدان، يتداولونها إلى اليوم، قصة الثيران السود، حيث وضع 700 رأس آدمي في هذا الجرن، وأدخلت الثيران السود على هذه الرؤوس لتدقها بحوافرها وأقدامها، حتى تكسرت رؤوس بني آدم بعد هذه المقطوعة بيد هذا المجرم الإرهابي وجيشه، وتساقطت أسنانهم وأضراسهم. ثم أمر جيشه بجمع الأسنان والأضراس، وضعت في علب يعني من الزنج، كانت تسمى أتناك في اليمن، علب من الزنج، وظلت هذه العلب من الزنج محفوظة في قصر دار الحجر إلى أيام يحيى حميد الدين، وأمر يحيى حميد الدين بدفنها في أيامه. النموذج التاسع، الإرهابي المجرم المطهر بن شرف الدين. وما هو إجرام المطهر بن شرف الدين؟ نماذج فقط من إجرامه، نعطيكم نموذجين. النموذج الأول، دخل المطهر بن شرف الدين هذا في حرب مع الدولة الطاهرية، ويعني تحالف مع العثمانيين في الغزو العثماني الأول أو الحملة العثمانية الأولى على اليمن، وتحالف كذلك مع الشراكسة. وهؤلاء الشراكسة هم المماليك الذين حكموا مصر بعد الدولة الفاطمية، تحالف معهم ثم غزا بجيشه. كانت الدولة الطاهرية عاصمتها طبعا هي رداء في منطقة البيضاء، وغزا حاول أن يغزو بجيشه، وأراد أن يغزو بجيشه منطقة رداء، فتحركت جيوش الدولة الطاهرية إلى منطقة موكل. منطقة موكل هذه في دمار، والتقى الجيشان هناك. ثم هزمت جيوش الدولة الطاهرية، فقد قتل منهم 300، وأسر منهم المطهر 2000 أسير. ماذا صنع بهؤلاء 2000 الأسير؟ أمر جنوده بقطع رأس 1000 أسير منهم في تلك اللحظة، حتى غاصت حوافر خيله بالدماء، بدماء اليمنيين. ثم أمر الألف المتبقين من الأسرى بحمل رؤوس إخوانهم ودماؤهم تقطر، ودماؤهم تقطر إلى صنعاء، إلى والده. كان أبوه يحيى شرف الدين الذي سمى نفسه المتوكل يحيى شرف الدين، كان أبوه في قصر السلطان أو في منطقة السلطان، قصر السلطان في صنعاء. فلما أطلع على أبوه الجيش وبيدهم 1000 رأس، طلع أبوه من النافذة ولم يعتذر حتى مجرد اعتذار لما فعله ابنه. ثم أمر المطهر جيشه بأن يقطعوا رؤوس 1000 البقية من الأسرى، فكان يسقط من الرجل رأسين، الرأس الذي بيد رأسه والرأس الذي بيده، جريمة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيل. ومن جرائم المطهر بن شرف الدين أيضا أنه لما اختلف، يعني من إرهاب هذه السلالة، أن المطهر لما اختلف مع قبيلة خولان، وحاولت قبيلة خولان أن تتمرد عليه، غزاها بجيش، ثم قام بأسر يعني أو طلب منهم رهائن، فأعطوه 80 رهينة. هؤلاء الرهائن كانوا عبارة عن أطفال بين سن يعني 10 وال15، سن 10 وال15. ثم كان مشايخ خولان أو كانت قبائل خولان تظن
بأن هؤلاء الرهائن لن يظلوا لدى المطهر إلا لأيام معدودة وربما لأشهر ليتفاوضون معه ثم يطلق سراحهم، لكنهم ظلوا في سجن المطهر أكثر من 3 أعوام، ثم بدأ يعني قبائل خولان بدأت الانتفاض تطالب بأبنائها هؤلاء الرهائن ليعودوا. فلما علم المطهر أو شعر المطهر بأنهم انتفضوا ضده يطالبون بالرهائن بأطفالهم الرهائن، خرج إليهم بجيش وحاول أن يبيد قرى بكاملها. فلما نزلوا على الصلح يعني قبلوا الصلح ونزلوا عليه، طلب آباء هؤلاء الأطفال، فلما أتوه بآباء هؤلاء الأطفال 80 أب لهؤلاء الأطفال، قام بقطع يعني أيدي وأرجل الأطفال والآباء من خلال يعني قطع أيدي وأرجل الأطفال قبل أن يذهب إلى خولان، معذرة للتصحيح، قطع أيدي وأرجل الأطفال قبل أن يذهب بجيشه إلى خولان وما زال في صنعاء. ثم لما وصل إلى خولان طلب آباءهم، فلما أتوه بآباءهم قام بقطع أيدي وأرجل آبائهم من خلاف، يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو الرجل اليمنى واليد اليسرى. أي جريمة وأي إرهاب أشد من هذا الإرهاب؟ دعونا ننتقل أيضا إلى الإرهابي المتوكل على الله إسماعيل، لنأخذ فقط مسألة واحدة أو نموذجا واحد. هذا المتوكل على الله إسماعيل قام بتكفير اليمنيين كلهم ما عدا الهادوية الزيدية، قال أن كل اليمنيين كفار تأويل ما عدا الهادوية الزيدية، وكان ثم أرسل جيشه إلى تهامة وإلى مناطق وسط اليمن، فقتل أكثر من 40,000 يمني وهو ينهب أموالهم جيشه. ثم سفى جيشه أكثر من 600 أو 700 امرأة، وهذا أيضا موجودة في سيرته، سيرة المتوكل على الله إسماعيل تجدونها في سيرته، أكثر من 600 أو إلى 700 امرأة تقريبا، وأرسلهن جواري للبيع في أسواق النخاسة في بلاد الشام ودمشق. لنأتي إلى الإرهابي المجرم يحيى حميد الدين، ماذا فعل؟ يحيى حميد الدين قام بعدة جرائم لا تحصى، من هذه الجرائم أولا جريمة إبادة آل حميقان في البيضاء في سنة يعني 1922، ومن جرائمه أيضا جريمة إبادة الزرانيق وحرق القوقر في سنة 1928، وحيث أسر من قبائل الزرانيق أكثر من 400 شيخ، وقيل 700 في روايتين هنا، وهذه ستجدونها في كتاب يعني الثورة الدستورية لعبد الله السلال ورفاقه، في هناك روايتين 400 ورواية تقول 700 من مشايخ الزرانيق، ورمى بهم في سجون حجة، وظلوا في سجون حجة من عام 1928 حتى 1962. شوف كم العوام اللي ظلوا في السجن، مات ابوهم في السجن ولم يخرج منهم من الا يعني على عدد الاصابع، اشخاص قليلين على عدد الاصابع هم الذين يعني تبقوا حتى فجر ثوره 26 سبتمبر وخرجوا من السجن. من اشنع الجرائم الذي قام بها ايضا هذا الارهابي يحيى حميد الدين جريمه أصحاب جمعية الإصلاح الاجتماعي في عام 1944 هجري، القاضي العنسي والقاضي السياقي والقاضي الإرياني في إب، وهذه الجمعية كان الهدف منها تقديم نصائح للإمام أو يعني إصلاح الوضع اليمني، إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي في اليمن. وكان الوالي على لواء إب ذاك الأيام يعني الحسن ابن يحيى حميد الدين. فالحسن هذا ابن يحيى حميد الدين وصلت إليه الوشاية أن هناك جمعية تشكلت تسمى جمعية الإصلاح الخيرية يقودها قضاة وعلماء، فهاجمهم ليلاً ثم أمسك بهم وحصل على الأوراق، أوراق المؤسسين، وكانوا 70 قاضياً وعالماً من كل ربوع اليمن، كان منهم في صنعاء ومنهم في تعز ومنهم في غيرها. فأرسل الخبر إلى والده إلى صنعاء وتم القبض على هؤلاء العلماء جميعاً والقضاء، ثم سلسلوا بالأغلال والسلاسل من أيديهم وأرجلهم، ويعني أخذوا مجرجرين بالسلاسل والأغلال على أقدامهم في حر الشمس من صنعاء إلى تعز إلى سجن حجة. شوف هذه يعني رحلة ماجلان من صنعاء إلى إب إلى تعز، وهم يمشون على أقدامهم في حر الشمس مسلسلين بالأغلال حتى وصلوا إلى أحمدية جنة في تعز، ثم قام بإرسالهم إلى سجون حجة، وظل بعضهم في سجون حجة إلى 26 سبتمبر، وبعضهم أفرج عليهم بعد يعني أيام أحمد حميد الدين. وإذا انتقلنا إلى جرائم الحكم
كثيرة جدا، يعني جرائم الإرهاب الحوثي 60,000 قتلوا في حروب صعدة، 25,000 قتيل في حروب الحوثية من في الجوف وعمران من 2011 إلى 2014. يعني هناك روايات مددة في بالنسبة لعدد القتلى والضحايا والجرحى منذ الانقلاب الحوثي من 2014 إلى اليوم. هناك رواية لبعض يعني توجيه القوات المسلحة أنها ربما وصلت من 500,000 بين قتيل وجريح، وبعض الإحصائيات تقول أن هناك أكثر من 40,000 من المدنيين لقوا حتفهم هذه الميليشيا الحوثية، سواء في الاستهداف الممنهج للمدن والسكان أو عن طريق الألغام. وهناك أكثر من الطفل يعني لقوا حتفهم الحوثية وأرسلتهم إلى المحارق وعادوا جثثا هامدة. أكثر من 1500 امرأة تعرضت للخطف والسجن والتعذيب والإخفاء القسري على يد الميليشيا الحوثية. أكثر من 2000 بيت ومدرسة ومبنى سكني ومسجد فجرته الميليشيا الحوثية. 250 مدرسة حولتها الميليشيا الحوثية إلى يعني ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب عطلت فيها وعطلت فيها الدراسة. يعني 44,000 معتقل من المدنيين أو يزيدون تم اخطاء الشارع ومن المدن، لا ذنب لهم، وألقت بهم الميليشيا الحوثية في سجونها. بعضهم يعني مر عليه إلى اليوم أكثر من 6 سنوات ويعاني من السجون التعسفية والتغيب عن أهله وأسرته. أما أساليب التعذيب، إذا جئنا إلى أساليب التعذيب التي تمارسها الميليشيا الحوثية الإرهابية في حق اليمنيين، أولا هدم البيوت، وأحيانا تهدم البيوت على رؤوس سكان، ومن هذه النماذج البيوت على رؤوس سكانها. يعني في 19/3/2011 بيت المواطن محمد الحبشي في مدينة صعدة على رؤوس ساكنيه، وكانوا 20 نسمة سكان البيت، ماتوا تحت الأنقاض ولم يخرج منهم أو لم يعني يستطيعوا إنقاذ منهم إلا 7 أشخاص. وهذه الرواية روتها زوجة محمد الحبشي التي نجت من هذا يعني من تحت الأنقاض. كذلك الشنق على الأشجار، ولعلكم تلاحظون الآن قضية يعني الجرائم التي يمارسها الحوثيون في حق منطقة الحيمة في تعز، كيف يعلقون الناس على الأشجار، يقتلونهم ويعلقونهم على الأشجار، وهي جريمة متوارثة عبر السنين مع هذه السلالة. كذلك السحل خلف السيارات حتى الموت، وهذه جريمة تمارسها الميليشيا الحوثية اليوم. التعذيب بالكهرباء حتى الجنون وفقدان العقل، فضلاً عن الجرائم الأخرى كقطع المرتبات. يعني 450,000 موظف ويزيدون في السلك المدني وفي السلك العسكري قطعت هذه الميليشيا رواتبهم وصدرت الممتلكات ونهب عقارات الناس وأملاكهم، وأنا أحد هؤلاء الضحايا وغيري الكثير ممن تم نهبهم، يعني نهب ممتلكاتهم ومصادرتها. بل إن الحوثيون يعني يصادرون الممتلكات ويبيعونها للغير وللغير حتى تنتهي هذه الممتلكات، وكأنها أصبحت ملكهم. تجويع الشعب اليمني وحصاره، أكثر من 20 مليون يمني، أكثر من 3 مليون يمني نازح في الداخل والخارج، منهم تقريبا مليون يمني نازح خارج اليمن. يعني 125 مليون دولار، هي مليار دولار، 125 مليار دولار بحسب التقارير الدولية هي خسائر اليمن الاقتصادية بسبب هذا الإرهاب الحوثي. إذا مجموع هذه أو مجموع هذا الإرهاب الذي تمارسه الحوثي أو تمارسه الميليشيا الإرهابية الحوثية على اليمنيين، ألا يستحق هذا تصنيف الميليشيا الحوثية من كل دول العالم بأنها أفظع ميليشيا إرهاب عرفها العالم في تاريخه؟ بلى تستحق ذلك، وتستحق أن نناضل وأن نعرف العالم بهذه الجرائم التاريخية لهذه الميليشيا ولهذه السلالة، حتى يضع هذه الميليشيا يعني ضمن تصنيف قوائم الإرهاب، ويتعاطى المجتمع الدولي مع اليمنيين للقضاء على هذه الميليشيا الإرهابية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور علي. يعني عشنا فيلم من الرعب والخوف يعني حالة تخيل صاعقة، صور تأتي في المخيلة وكأننا أمام
يعني هولاكو، وكأننا أمام هولوكوست، وكأننا يعني شيء فظيع يعني ما كان يحصل وما يحصل حتى الآن. إذا المجرمين هم كلهم للأسف من سلالة واحدة. طيب سؤال يا دكتور علي، اسمح لي، يعني تفضل. هل يوجد بصفتك باحث ومؤرخ، هل يوجد جريمة ارتكبها اليمنيون بحق هؤلاء، أو ما هي الجريمة التي ارتكبها اليمنيون بحق هؤلاء حتى يجنوا أجلهم؟ كم قتلوا منهم، كم شردوا، كم لهبوا، كم يعني إذا يعني خصصنا أكثر في حق الهاشميين لنكون واضحين، يعني ما هي الجرائم التي ارتكبها اليمنيين بحق؟ بالمقابل احنا اخذنا يعني عن الجرائم الائمه الهاشميين وارهابهم في حق اليمنيين. طيب الا يوجد جريمه واحده من اللي ارتكبها اليمنيين بحق الهاشميين؟ للأسف يعني أكبر جريمة، للامانه التاريخيه، يعني حتى نكون منصفين، لا يقال باننا ناخذ من جانب ونترك جانب آخر. يعني للأسف الشديد أنه أكبر جريمة يعني ارتكبها اليمنيون هي أنهم قبلوا بالخرافات والشعوذات التي قدمتها لهم هذه السلالة الغازية الوافدة، حيث خدعتهم بأنها تنتمي إلى الرسول، وبأن نسلها أو عناصرها هم أبناء الرسول، وأنهم يكتسبون صفة القداسة، وأن من آمن بهم يعني اكتسب صفة الإيمان وتشفع له هذه السلالة في الجنة ويعتبر مقرب من النبي وغير ذلك. فسموا اليمنيين أنصار آل البيت، ولعل هذه هي الأكذوبة الكبرى التي انطلت على اليمنيين إلى اليوم، حيث كان اليمنيون ونتيجة لعوامل التجهيل والإغلاق التي استخدمتها هذه السلالة في حق اليمنيين، كانوا يعني يعتقدون النفع والضر والكرامة في هذه السلالة في الدنيا والآخرة. هذا هو الجرم الذي جناه اليمنيون على أنفسهم في التاريخ الماضي، ولا يزال يعني اليوم من يؤمنون بالميليشيا الحوثية يعني يمارسون هذا الجرم، الإيمان بقداسة هذه السلالة وهذه الميليشيا. أما مسألة أن هناك حروب، فاليمن كانت أساسا حضارة ودولة تاريخية، وكان لا يوجد فترة من فترات التاريخ إلا وهناك دولة أو دول يمنية قامت. فكانت هذه السلالة تجيش يعني الجيوش من خارج اليمن، من طبرستان والديلم ومناطق الرس وغيرها، وتغزو بها اليمن، وتحشد كذلك القبائل بالقوة والإكراه للقتال معها لإسقاط الدول. ومن الطبيعي جدا أن هذه الدول اليمنية تدافع عن بقائها وعن سيادتها وعن استمرارها، لأنها مسألة الدفاع عن الدولة والدفاع عن الوطن والدفاع عن الشعب والدفاع عن النفس مسألة مكفولة في كل الشرائع السماوية وفي كل القوانين وفي كل الأنظمة، مكفولة في القانون الدولي في زمننا هذا وفي عصرنا هذا. فمثلا الدولة الجعفرية خاضت عدة حروب مع الهاشميين، مع هؤلاء، مع هذه السلالة، في أيام يحيى الرسي وأولاده، لأكثر من 104 سنوات أو 5 سنوات حتى انهارت الدولة الجعفرية. لكن هل كانت الدولة الجعفرية هي من تقود هذه الحروب ضد هؤلاء، أم كانوا هؤلاء يريدون إسقاط الدولة الجعفرية؟ العكس، كان هؤلاء يقودون الحروب ويجيشونها من خارج اليمن لإسقاط الدولة الجعفرية. كذلك الدولة الصليحية التي قامت أيضا، وكان قادتها يعني الصليحيون أو بنو صليح من حجور، من يعني قبائل يعني كهلانية من منطقة حجور، وأسسوا دولة في اليمن، وإن كان لهم بعض الارتباط مثلا مع الدولة الفاطمية في مصر، لكنهم أسسوا دولة يمنية، يعني اليمن أصبحت تحكم نفسها في عصرهم، وأسقطها هؤلاء السلاليون. ثاروا عليها لأنهم كانوا يستخدمون حرب العصابات والثورات المسلحة، ويحشدون مقاتلين من خارج اليمن وخاصة من مناطق الفرس لقتال الدول اليمنية حتى يسقطونها، وأسقطوا الدولة الصليحية. كذلك الدولة الطاهرية أسقطها هؤلاء قبل الدولة الطاهرية، الدولة الصليحية، الدولة الرسولية أيضا التي حكمت اليمن 224 سنة ولم يعرف تاريخ اليمن الوسيط أفضل من عصرها اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا وعلميا. حتى كان اليمنيون يعني أنشئت جامعات في عصر الدولة الرسولية، وكان اليمنيون يدرسون علوم الطب وعلوم الفلك وعلوم الكيمياء. هناك مؤلفات يمنية
لملوك الدولة الرسولية مثل الملك المظفر، له 3 مؤلفات في الطب، في علوم الطب، يعني نشروا العلم في كل ربوع اليمن، وبنوا الجامعات وبنوا المستشفيات وبنوا المدارس. أسقط هذه الدولة الحضارية، أسقطها هؤلاء السلاليون وحروبهم ضد الدولة الرسولية، أسقطوا كذلك الدولة الطاهرية، وأي دولة نشأت في اليمن كانوا يسقطوها، كدولة آل مهدي، كدولة الزياديين، حتى جعلوا من اليمن عبارة عن خرابة، فوضى، ليس فيها نظام وليس فيها دولة. لذلك ثقافة الفوضى التي يعيشها اليمنيون الآن هي من هؤلاء، من هذه السلالة التي أسقطت أي نظام أو أي دولة كانت تظهر في اليمن في العصور الوسطى وإلى لحظتنا هذا، لأن ثقافتها إسقاط أي دولة وأي نظام وأي سلطة لليمنيين، ونشر ثقافة القتل والتدمير والإبادة الجماعية والفوضى، لأنهم لا يعيشون كسلالة إلا في ظل الفوضى، في ظل الفوضى يعيشون ويجدون مكانا لهم. أما إذا وجد الاستقرار وجدت الدولة فلا يستطيعون حكم اليمن ولا يستطيعون السيطرة حتى على جزء من قبائل اليمن. لذلك هم يسقطون الدولة، يسقطون السلطات دولة تلو أخرى، ثم ينشرون القتل والفوضى والدماء والتخريب والنهب والسلب وغيرها، حتى يستطيعون أن يتحكموا بالقبائل اليمنية. شكرا. الدكتور علي الخولاني، تفضل دكتور علي الخولاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا للموضوع القيم، حقيقة موضوع قيم، وفي طياتها الكثير من الرسائل الموجهة للرأي العام اليمني والكثير من التوعية. الشيء الثاني، أنا أشكر الدكتور علي البوكالي على طرحه الجميل والسرد التاريخي، و حقيقة شكرا كثيرا. ولكن السؤال هنا، طبعا جميعنا متضررين من الحوثيين. انا شخصيا تم فصلي من وزاره الشباب والرياضه، ولا استطيع الرجوع اليمن لمواقف كثيره. ولكن الان بعد 6 سنوات حرب وتدخل الاقليم معنا في هذه المعركه، لم نستطع ان نحقق الهدف، وهو إرجاع الشرعية وإنهاء الإنقلاب الحوثي المتستر بغطاء ثيوقراطي بالي. الشيء الثاني، هل نحن كمثقفين ندعم الاتجاه نحو معادلة صفرية بيننا وبين الحوثيين، أي من أجل أن نبقى نلغيهم، أو العكس هم من أجل أن يبقوا يلغونا؟ أنا أريد ما هي نظرة الدكتور علي البوكالي للخروج من المأزق الطائفي السلالي الذي وضعنا فيه هذه الشلة، وأيضا هناك من يستفيد من بقائهم ممن هم محسوبين على الشرعية ونتمنى إصلاحها. شكرا جزيلا. دكتور علي البوكالي تفضل. شكرا جزيلا دكتور علي الخولاني. الحقيقة نحن لا نطالب بإبادة هؤلاء ولا نريد إخراجهم من اليمن، نحن فقط نطالبهم بأن يكونوا يمنيين. هم يعيشون معنا طوال هذه القرون ويعتقدون أنهم استعمار واحتلال، وأن اليمنيين عبيد لهم. عقيدتهم ونظريتهم تقول هكذا، بأنهم أبناء الله وأحباؤه، شعب الله المختار أو سلالة الله المختارة، واليمنيين عبيد لهم. لذلك هم لا يؤمنون بجمهورية ولا ديمقراطية ولا مواطنة ولا مساواة ولا حقوق إنسان ولا شيء من هذا. أفكارهم، اقرأوا كتبهم، أفكارهم، عقائدهم، ملازم الحوثي، حسين الحوثي، أفكار أخوه هذا المجرم عبد الملك الحوثي، بل أفكار مجد الدين المؤيدي والمحطوري، وكل هؤلاء يعني يعيشون في هذه الفكرة. نحن نريد، من الذي سيضمن لنا إخراجهم إلى فكرة الجمهورية والوطن والمواطنة والمساواة والدولة والكرامة الإنسانية؟ من الذي سيخرجهم إلى هذه المفاهيم، مفاهيم العيش السليم، مفاهيم حقوق الإنسان، مفاهيم العيش في ظل دولة وقانون تكفل للجميع، العيش المتساوي، تساوي الحقوق والحريات، تساوي الواجب، المساواة يعني أمام القانون، المساواة في الواجبات والحقوق. ما الذي سيكفل لنا هذا؟ هؤلاء يعيشون بفكرة أنهم النبلاء ونحن العبيد، أنهم الغزاة ونحن
الشعب المحتل الذي يجب أن يخضع لهم بالقوة والإكراه، أنهم أبناء الله ونحن أبناء الشيطان. أنا أوكل المهمة للدكتور علي الخولاني يخرجهم إلى هذا الكلام، فعندما يؤمنون بالجمهورية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ويرمون بأفكارهم هذه ومقدساتهم وعقائدهم وتراثهم هذا البالي في المقبرة، يدفنونه كما يدفنون موتاهم، حينها سنصل نحن وإياهم إلى طريق وصل إلى طريق واحد، أو سنلتقي وإياهم على وطن وعلى دولة وعلى قانون وعلى مواطنة. شكرا لك، وهذه الإجابة التي كنت أريدها. عندما يتخلون عن الفكر البالي وعن فكر الاصطفاء العرقي وأنهم هم من يمثلون الله في أرضه، ممكن أن نصل إلى دولة مدنية يكون الجميع فيها متكامل وله كافة الحقوق والواجبات. شكرا جزيلا. شكرا للعليين، الدكتور علي والدكتور علي. نأتي على الجانب القانوني، والدكتورة أمال وأيضا الدكتور الأستاذ أحمد الحنحنة الذي شرفنا اليوم، أنا سعيد بوجوده. طيب، من واقع اطلاعكم ومعرفتكم بالقانون الدولي، طبعا لو كان هناك في ذلك الوقت محكمة عدل دولية وكان يوجد مجلس أمن، لكانوا اتخذت قرارات أو كانوا اتخذت يعني شيء من السبل التي تحد من هذه الجرائم أو تعاقب هؤلاء المجرمين وفقا لقانون جرائم الحرب أو للتجريم. لكن سؤالي، هل يوجد هناك قانون أو نصوص قانونية تحد من ممارسة مثل هذه الجرائم مستقبلا، تحديدا أن الجرائم هذه ممارسة أو بتتم من قبل فصيل معين، الفصيل هذا له ارتباط عرقي، يعني كلهم من سلالة، وهذا هو المخيف. يعني ما هوش واحد من بيت الأنسي والثاني من بيت البكالي والثالث من بيت الخولاني والرابع من بيت الدبعي والخامس من بيت الحلحنة والرابع يعني من بيت الهمداري أو إلى آخره، ما لا هذا كلهم من بيت الأنسي أو كلهم من بيت الهمداني أو كلهم من بيت البكالي. أو المخيف هذا أنه وكان العقيدة هذه هي عقيدة متأصلة عبر التاريخ. ما هو الرأي القانوني في هذا الجانب؟ أبدأ بالدكتور عامر ثم الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا أولا أستاذ دكتور محمد. بصراحة الدكتور علي البكالي لأول مرة في البداية يعني أدهلني في معلومات أول مرة بسمعها أنا عن هذه السلالة في الموضوع هذا. بالنسبة للقوانين يا دكتور محمد، أنت عارف القوانين أو العرف الدولية لا تؤمن بالمواضيع العرق الدينية، فهناك حرية الأديان، حرية الـ يعني كل إنسان حر بفكر معين، معتقد معين، دين معين. هذا من ناحية القوانين الدولية التي تؤمن بكافة الأطياف والتعايش بين كل الأطياف. بالنسبة للقانون الدولي أعطى يعني الحد من هذه الأشياء، وأعطى كيفية معاقبتها المرتكبي جرائم الحرب في البروتوكول الإضافي الثاني الذي هو موجود في قانون لاهاي، الذي يختص بالمنازعات المسلحة الغير دولية زي ما الآن موجود عندنا، وهي الجماعات السلالية الطائفية الحوثيين اللي هم يعتبروا منشقين. طبعاً البروتوكول الأول يختص بالنزاعات الدولية اللي هي بين دولة ودولة، بينما في البروتوكول الإضافي الثاني أعطى الحق في المسائلات ومحاكمة المجرمين الذين يكونوا في النزاعات الغير مسلحة، أي يعني بذلك يعني ميليشيات انشقت عن دولة. لو تكلمنا على هذا الجانب نلاحظ أنه دائما هذه القواعد تتكلم في قاعدة القانون الدولي تهدف إلى الحد من العنف وحماية الحقوق الأساسية للإنسان في النزاعات المسلحة الغير دولية، والتي هي طبعاً حاصلة حالياً. وبالنسبة للجرائم التي ذكرها الدكتور علي، طبعاً لا تسقط بالتقادم، هذه الجرائم القديمة اللي ذكرها كلها لا تسقط، هنا عدنا قبل شوية تناقش أنا والدكتور أحمد عليها،
يعني ممكن لو في إثباتات تاريخية أو وثائق تؤكد على هذه الأشياء يمكن إنه نحن مثلاً كمنظمات دولية نقدمها إلى محكمة لاهاي بشكل عام، سواء للحوثيين حالياً في هذا الزمان والفترات السابقة اللي ذكرها الدكتور علي البوكالي. طيب هناك يقول لك ما هي هذه المسؤوليات التي نحن مثلا لو قدمناها للمحكمة الدولية في لاهاي مثلا نقدمها لمرتكبي الحرب للحوثيين الذين يمارسون الآن كل هذه الانتهاكات التي ذكرها الدكتور علي البوكالي، سواء للفرد سواء للمجتمع بشكل عام، سواء كل الانتهاكات الاقتصادية الجسدية العنف بشكل عام. هناك القانون الدولي يسمح لنا بمسؤوليات مترتبة على هذا الانتهاك، وهي الجزاءات الدولية، وهي الجزاءات الجنائية والجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والجزاءات المالية والجزاءات القانونية والجزاءات التأديبية والجزاءات الجماعية. كل هذه الجزاءات في حالة إنه أثبتت وقدمنا ملف كامل إلى المحكمة لاهاي تعتبر كلها عبارة عن عقوبات لكل شيء عمله الحوثي مثلا في البلد أثناء انشقاقه من الحكومة اللي هي الحكومة الشرعية، من أول يوم مسك الوطن إلى آخر يوم مثلا يعني قدمت القضية إلى المحكمة مباشرة، يعني خلاص انتهى دوره والأمم المتحدة عملت على إيجاد دولة مثلا موجودة ذات سيادة موجودة في اليمن. نحن حينما نقدم ملفنا إلى محكمة لاهاي يتم على بناء على هذه الإجراءات والترتيبات مسؤوليتهم، يحاكموهم عن أي شيء اقتصادي البلد وصلت إليه، مسألة المجاعة، مسألة إنهم البلد أصبح يعني خلاص ما فيش أي معه أي ترتيب اقتصادي، الشعب دخل في حالة الموت السريري، الجزاءات التأديبية من حيث إنه يعملوا منظمات زي مجلس الأمن يوقف هذه المنظمات الدولية تعمل على إيقافه مثلا من ناحية البحرية والجوية وشبه ذلك، الجزاءات الجماعية اللي تقوم بها المنظمة الدول في مواجهة مثلا دولة اتجاه الحوثيين. هذا القانون الدولي البروتوكول الثاني يختص في هذه الجماعات، والتي يجب أن نركز في هذه النقطة لأنه يعطي نحن كيفية أن نحن نقدر نأخذ النصوص الإجراءات المسؤوليات المترتبة من أجل محاكمة هؤلاء الناس الذين ارتكبوا من خلال انشقاقهم من الحكومة، وأيضا الأشياء السابقة التي تمت في القرون الماضية التي ذكرها الدكتور علي البوكالي. شكرا جزيلا دكتور أعمال. الدكتور أحمد حنحنة، رأيكم الله دكتور محمد، رأيكم القانوني بصفتكم المختصين في هذه الأمور. أشكرك على الاستضافة دكتور محمد، ولتعقيب أولا أشكر الدكتور علي البوكالي على هذا التوثيق التاريخي المذهل يعني للوقائع جرامية يعني نسميها أفلام رعب. وأتمنى أن هذا الملف يترجم إلى الخمس اللغات، يعني اللغات التي هي دائمة العضوية بمجلس الأمن. أتمنى ولو أن احنا نفرق يعني قيمة ما سيتم صرفه لهذه الترجمات. وأيضا أتمنى من الدكتور علي أن يكون عمله موثق وفق ريفرنس يعني إثباتات تاريخية، لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم، خصوصا وأن الحوثيين يعني يمرون وينتهجون نفس النهج الذي نهجه أسلافهم. يعني أيضا لتعقيب أو إجابة على سؤال الدكتور محمد الذي سأل الدكتور علي، ما هي الجريمة التي ارتكبها اليمنيون؟ هل هناك جريمة؟ نعم، اليمنيون ارتكبوا أكبر جريمة ضد الهاشميين، وهي أنهم دخلوا الإسلام وناصروا محمد صلى الله عليه وسلم وأتوا إلى مكة وهدموا مملكة الهاشميين. جريمة ولا مش جريمة؟ جريمة صحيح، جريمة. أنه نصروا محمد، دخولهم الإسلام أكبر جريمة أصلا، لأنهم نصروا محمد صلى الله عليه وسلم ضد بني هاشم العنصري
الذي كانوا شهادة قريش وملوك قريش وسدنة الكعبة، مش سهل يعني إنك تسقط ملك ناس، يعني هذا مش سهل، هذه جريمة يعني ضروري نعاقب عليها لما تقوم القيامة ونستاهل، لأنه من يوم دخلنا الإسلام ما حصلناش فائدة. كانت اليمن دولة يعني دول وتاريخ وحضارة، يعني اليمن حضارات وممالك وقانون وشورى، لكن من يوم دخلنا الإسلام ما عاد قامت لنا قائمة. هذا تعقيب يعني. طبعا نرجع إلى القانون الدولي. طبعا القانون الدولي هو تطور يعني بمراحل، يعني من العهد الأول قبل 1921 وصولا إلى 1945 وتشكيل الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وإعلان الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر دستور العالم، والذي كفل يعني كان نتيجة لمعاناة عانها البشر بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وقتل ملايين الناس. فكانت تشكيل الأمم المتحدة وسن ميثاق الأمم المتحدة كضرورة لحماية الإنسان من القتل ومن التعذيب ومن الاضطهاد، وحماية حقوقه في أن يعيش حياة آمنة مطمئنة كريمة بعيدا عن التعذيب بعيدا عن العنصرية. طبعا الدكتور علي تكلم عن الاتفاقية الدولية لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها التي كانت في عام 1965، وكانت بناء على قرار جمعية الأمم المتحدة 2016. الاتفاقية هذا يعني اتفاقية واضحة تحرم وتجرم جميع أشكال العنصرية، سواء كانت قائمة على الجنس، على اللون، على الدين، على المعتقد، على البشرة، حتى على المهنة، وهي جميعها مطبقة في اليمن يعني. وأيضا تم التوقيع عليها في اليمن يا دكتور أحمد، وتم التوقيع عليها. اليمن موقع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان معظمها في عام 1970، وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة ومن ضمن أهداف الثورة يعني. فيعني الاتفاقية اعتبرت أن التمييز العنصري يشكل حجرة عثرة تهدد السلم المجتمعي والعلاقات الودية بين الشعوب وبين الدول، وفي النهاية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الدوليين يعني. وهذا عندما توصل، عندما لأن القانون الدولي مترابط ومتشابك، عندما العنصرية تسبب مشاكل داخل الدولة تسبب حروب، الحروب الداخلية تشكل خطر على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي متشابك أصبح مترابط وأصبحت مصالح مترابطة ومتشابكة. فالسلم والأمن الدوليين مرتبط بإيش؟ بالعنصرية، لأن العنصرية بتولد حروب، بتولد اضطهاد. يعني إلى نهاية الحرب الباردة كانت السيادة الدولة مقدسة، وكانت حاجة كبيرة، وأنه لا تتدخل في شؤون دولة ما دامت المشاكل داخل الدولة. ولكن كان في حالة واحدة الذي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدخل عسكري في عام 1954 أعتقد، بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، عندما هجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية، وكان قرار بالإجماع. ولكن بعد الحرب بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، لم تعد سيادة الدولة واستقلاليتها بمنأى عن رقابة المجتمع الدولي، وبمنأى عن رقابة القانون الدولي يعني بشكل دقيق يعني. فأصبحت مشاكل حقوق الإنسان أو الاضطهاد أو التصفيات العرقية أصبحت مسألة تهدد السلم والأمن الدولي، وأصبح مجلس الأمن يحق له وفد ميثاق الأمم المتحدة أن يقدر إذا ما كانت هذه المسألة الإنسانية تشكل خطر على السلم والأمن الدولي أم لا، وبعيدا حتى عن اعتراض اي دوله اذا كان لها مصالح مع دوله تضطهد سكانها او تعاملهم بعنصريه. اصبح يحق لاي دوله ان تتدخل وفق عقوبات اقتصاديه او وفق تجريم، لانه حتى هذه اتفاقيه تحريم العنصريه بكافه اشكالها، يعني في اعتقد في الماده 4 الزمت الدول الاعضاء الموقعه على مكافحه أي جماعة أو أي تنظيم يقوم على الفكر العنصري ويتبنى العنف العنصري، وأن يجرم وأن لا يعترف بشرعيته. طبعاً الجرائم الذي ذكرها الدكتور علي البكالي مذهلة، وللأسف أنه من يكررها اليوم هم أحفاد
هؤلاء الذي ارتكبوا الجرائم في الماضي صحيح. كما قلنا لا تسقط بالتقادم ويتحمل احفادهم في القرون الوسطى تقوم على فكره ان الملك يمثل الله، وان رجال الكنيسه الذي هم الكهنه حقنا هم عباره عن جنود لهذا وكيل الله الذي يأتمر بأوامر من عند الله. وكانت السبب في قيام الثورات في أوروبا الذي نتج عنها الثورة العلمية وسن القوانين التي تكافح هذا الشيء. طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة آمال أنه اتفاقية جنيف التي هي أصلا هي سواء كانت اتفاقية جنيف الأربع والبروتوكول الأول والثاني، سواء كان الأول الذي متعلق بصراعة الدول أو الثاني الذي يتعلق بصراعة الدولة مع الذي يسموها الجماعات المنشقة أو العناصر الغير دولية الذي لا تتمتع بسيادة دولة أو بشخصية دولة، هي في الأخير تحمي الإنسان. صحيح. وأصبح المجتمع الدولي من حقه أن يتدخل، يعني تدخل الناتو في يوغوسلافيا عسكريا لحماية حقوق الإنسان. تدخل مجلس الأمن أيضا في أفريقيا لحماية حقوق الإنسان ولمنع الإبادة في رواندا. تدخل الناتو في الصومال لحماية حقوق الإنسان. فإذا أصبحت السيادة لا معنى لها أمام حقوق الإنسان، وأصبح ملف حقوق الإنسان ملف شائك ومهم ويعني ويهدد السلم والأمن الدوليين. وأيضا هذه الجرائم تشكل جرائم إرهاب، وجرائم الإرهاب أصبحت من بعد 2011 هي المرتع أو العذر المقبول الذي لا يحده شيء، الذي لا يقف امامه شيء، والذي اصبح يرهب العالم بعد احداث سبتمبر. طبعا هذا تعتبر جرائم ارهاب لانه لا يوجد تعريف محدد للارهاب، ولكن مضمونه هو ما يقوم به الحوثي. كيف؟ ان تستخدم القوه المسلحه واضطهاد الناس وقتل الناس وتفجير الاعيان المدنيه وتفجير البيوت وترويع الامنين بين قوسين للحصول على مكاسب سياسية أو إيدلوجية. وبهذا التعريف يعني من أجل التمييز بين مطالب الحركات التحررية، لأنه ما هدفهاش أنه تحصل على مكاسب سياسية وعنصرية، هدفها الاستقلال، وللتفريق بين ما تقوم بها العصابات الإجرامية للحصول على أموال. يعني فما يقوم بها الحوثي هو للحصول على مكاسب سياسية وإيدلوجية. يعني حارم الناس من التعليم، حارم الناس من حق من المساواة، حارم الناس من الحياة بأمن، حارم يعني الحوثي بين قوسين مخالف لجميع قوانين الأمم المتحدة، بدءا من الميثاق الأمم المتحدة 1945 وصولا إلى اتفاقية المرأة، اتفاقية حماية الطفل، اتفاقية مكافحة العنصرية، اتفاقية جنيف، اتفاقية جنيف الأربع وملحقاتها والبروتوكول الأول والثاني. فهذا مجموع هذه الجرائم تشكل ملف متكامل يدين الحوثيين ويقدمهم إلى محكمة الجنايات الدولية، ويظلوا ناس فارين من وجه العدالة، بحيث أنه لو في دولة ولو في إنصاف من العالم، ولكن للأسف العالم يتعامل مع قضايا العرب لما يخدم مصالح صحيح. فقط يعني صحيح صحيح يعني صحيح. بحيث أنه يمسكوا بالقضية ويديروها في إطار معين بحيث أنها ما تفلت من أيديهم. فمجموع جرائم الحوثي تؤهله إلى أنه يكون مجرم حرب دولي، ويعطي ذريعة والضوء الأخضر للأمم المتحدة والمجلس الأمن أنه يتدخل في اليمن لحماية حقوق الإنسان، بحيث إذا أعد ملف يعني، لأنهم هم يعني حتى شعارهم مش شعارهم الموت. شعارهم عنصري، الموت والموت واللعنة واللعنة، وكمان بيخرج يحتج على قرار إدانته أو وصفه بالإرهاب بيش بالموت والموت واللعنة. يا أخي، إما أن تكون رجل دولة وتدعي أنك تمثل دولة وتحترم دساتير وقوانين الدولة وتحترم النظام الدولي الذي أنت عنصر من عناصر هذا النظام الدولي، وتحترم مصالح الشعب وارتباطاته بالعالم، وتكون رجل دولة، أو أن تظل بشعاراتك العنصرية، بشعاراتك الطائفية، بسياساتك الجمعية،
بتصرفاتك الإجرامية وتظل رجل مجرم أو تظل عصابة مجرمة إرهابية في نظر القانون الدولي وفي نظر القانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص ووفق الشرائع والأعراف السماوية. يعني فمجموعها يعني تشكل جرائم حرب تؤهلهم بأن يقفوا أمام محكمة الجناية الدولية وليس ادعاء. وأتمنى أن الملف الذي قدمه الدكتور علي البكالي أن يترجم وأن يوزع، لأنه الجماعة الدينية لا يمكن التعايش معها ولا يمكن الدخول معها حتى في مفاوضات ولا حتى في سلام. من أراد أن ندخل معه في سلام فليشكل حزب وليعترف بالدستور والقانون، وأهلا وسهلا. أما وأنا مع قرار تجريم جميع الجماعات الدينية ووصفها بالإرهاب، لأنه أي إنسان ينتمي إلى جماعة دينية هو ما بيدخلش معك على أسب أنه يأخذ ويعطي معك، هو يدخل معك ليقنعك بس. أيوة. يعني رأيه صواب لا وأنت يحتمل خاطئ. ورأيك خطأ لا يحتمل الصواب، وإن لم تكن معي فأنت ضدي وأنت مجرم وأنت كافر، ويعني في نهاية المطاف جميع كل الجماعة الدينية وفكرها واحد. فلا يمكن لجماعة دينية أن تكون شريك سلام، لا يمكن لجماعة دينية أن تكون شريك سلام، خاصة إذا كان فكرها عنصري. فما أعتقدش أنه بيكون في سلام مع أي جماعة دينية ما لم تترك هذا الفكر وتتحول إلى يعني تنظيم سياسي يؤمن بالدستور والقانون ويؤمن بالمساواة ويحترم الدساتير الدستور المحلي والقوانين المحلية، وأيضا يحترم القانون الدولي ويدرك أنه جزء من نظام عالمي يحكمه دستور عالمي وتحكمه حكومة عالمية، لأنه مجلس الأمن عبارة عن حكومة عالمية، والجمعية العالمية الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر برلمان عالمي. فالأمور ليست فوضى وليست يعني عنجهية وليست يعني زوامل وليست أناشيد، يعني هو نظام. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور أحمد. أعود للدكتور علي الخولاني له مداخلة سريعة، لأنه سأنتقل بعدها للأستاذ مصطفى خالد في مداخلة له. بس نبدأ الآن مع الأستاذ، مع الدكتور علي الخولاني، ثم ننتقل للأخ مصطفى خالد. هي في الحقيقة ليست سريعة، 4-5 دقائق تقريبا أو 4 دقائق. يعني يلا مش مشكلة، هنصفر لك العداد يا دكتور علي، هنصفر لك العداد. ما هو ما وتفنا للمصفري على كل حال. طبعا أنا أشكر الدكتور آمل حقيقة في توضيحاتها والتفصيل اللي طرحت به، وأذكر وأشكر الأخ أحمد الدكتور أحمد. ولكن أولا، هل هناك، قبل السؤال، هل هناك قانون دولي؟ طبعا أنا من الناس اللي يؤمنوا بالمدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، ولست من الناس الذين يؤمنون بالمدرسة الطوباوية أو المثالية. يعني القانون الدولي موجود صحيح، وتطور منذ اتفاقية السلام في لاهاي ما بين 1899 و 1907، مرورا بأصبة الأمم، ميثاق أصبة الأمم، إلى ميثاق الأمم المتحدة جميع، وبالإضافة إليهم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة. هذا هو القانون الدولي. لكن بجهة أخرى، لا نستطيع أن نقول قانون دولي إلا إذا كان هناك سلطة تنفذه، أي سلطة تملك القوة لتنفيذ هذا القانون. ونحن نعرف في المجتمع الدولي هناك دول صورياً وحسب قانون ميثاق الأمم المتحدة أنها تتمتع بالسيادة، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن يكون هناك تنازل.
في طبعا التنازل الموجود هو عبر منظمة الأمم المتحدة، أي كل دولة تدخل للأمم المتحدة معناه أنها تتنازل عن جزء من سيادتها لصالح هذه المنظومة العالمية. والمنظومة العالمية من يقودها؟ تقودها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي الحلفاء اللي انتصروا على المحور. على كل حال هناك خمس دول هي من تمتلك تطبيق القانون. سابقا كان يتم التدخل الدولي تحت حماية المصالح، يعني أو فرض يعني سياسة معينة. الآن تغيرت بعض الأمور ويتم التدخل ضد التدخل، تدخل ضد تدخل دولة أخرى، تدخل بشؤون إنسانية. ولكن عندما نأتي إلى الأمور الإنسانية أو التدخل في الأمور الإنسانية، نلاحظ أن هناك تسييس. وعلى سبيل المثال في عام 94 طالب قائد قوات الأمم المتحدة أو ما يسمى بالقبعات الزرقاء من مجلس الأمن أن يزيد من عدد قواته في رواندا، لأنه كان هناك تقارير ومعطيات تؤكد أن الهوتو سيرتكبوا مجزرة كبيرة ضد عرقية التوتسي. ومجلس الأمن طبعاً لم يعني يوافق على هذا الأمر، بل سحب بقية قواته من رواندا وحصل ما حصل. والأمثلة على كل حال كثيرة في قضية التدخل من أجل الشؤون الإنسانية. هذا هو كانت مداخلتي. أنا من الناس الذين لا يؤمنون بوجود قانون إنساني، بل قانون إنساني قانون دولي، بل هناك قانون دولي مسيس تقوده الخمسة دول الدائمة العضو في مجلس الأمن. هذه واحدة. الشيء الثاني، إذا افترضنا جدلا ودخلنا مع الواقعيين مع المثاليين وجاريناهم، أنا سؤالي هنا للدكتور آمال الدبي، ما هو دور القانون الدولي في محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب؟ ما هو دور هذا القانون؟ تفضل يا أستاذ. يا دكتور أنا لي مداخلة يا قضية فضلا. حاضر يا أستاذ خالد. أستاذ مصطفى، بس الدكتور علي سأل، تخلص الدكتور أمل وعلى طول أعطيك الفرصة، وأنا كمان عندي سؤال لك، يعني عفوا كمان أنت حتشارك معنا، لأنه في سؤال يتعلق كان بدورك في 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 مؤتمر الحوار الوطني. تفضل الدكتور آمان. دكتور علي، طبعا أنت طرحت الموضوع بأنه أنفيت وجود أو القانون الدولي. القانون الدولي عزيزي موجود، القانون الدولي هو عبارة عن قواعد ونصوص موجودة، بس لا موجود ولكن من يطبقه فقط. أيوة أنا فاهم، أنا باقي لك مسألة التطبيق. طبعا شيء لا ما نقدرش إحنا ننكره، إنه هناك تحديات وصعوبات دائما تواجه القانون الدولي بالرغم من التطور الذي هو طبعا قانون. المشكلة في القانون الدولي الضعف في فعالية التطبيق يا دكتور علي، الضعف في فعالية التطبيق والرقابة أيضا، هناك ضعف في هذا الجانبين. أعطي لك مثال على ذلك. معك المشاكل الذي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية، الصعوبة لحد الآن إنه ما تمش محاكمة هؤلاء المجرمين، لحد الآن لم يتم محاكمتهم. هذا مش معنى هذا إنه ما فيش قانون دولي، هناك قوانين، بس هناك زي ما قلت لك في ضعف في الرقابة والفعالية فعالية هذه النصوص والقواعد القانونية. الشيء الثاني كمان مع قضية فلسطين وإسرائيل، هذه برضو كمان لحد الآن بسبب عدم وجود فعالية لهذه القواعد ما فيش محاسبة للمجرمين والمنتهكين للقضية الفلسطينية والمجتمع العربي الفلسطيني. تمام؟ أيضا معك نقطة ثالثة، وهي إنه القانون يطبق على حسب الصفقات السياسية التي تدور في العالم بين الدول العظمى والدول الضعيفة. بسبب هذه العراقيل والتحديات يعني خلى دور القانون الدولي ضعيف، ولكن التطبيق يعني مش قوي.
يعني ما فيش تطبيق قوي، يعني محاكمة في نفس اللحظة تحصل جرائم يتم مثلا رفع القضايا بعد حصول الجريمة بسنين، ب15 ب30 سنة، فهذا يشكل عراقيل. اما انه القوانين موجوده ومتطوره على فكره، تتطور يعني سنويا تتطور القوانين الدوليه. وشكرا دكتور. شكرا دكتور عمال. اعطي الفرصه للاستاذ مصطفى خالد عضو المؤتمر الحوار الوطني. استاذ مصطفى مساكم الله بالخير. اهلا وسهلا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا. الله يحفظكم. والله طبعا البكاري ما قصر، سرد جميل جدا، وهو زميلي ايضا في مؤتمر الحوار، وكنا انا وياه مجموعه اسسنا التحالف المدني الحضاري والانساني داخل مؤتمر الحوار. السرد اللي ذكره طبعا البوكالي سرد تاريخي في قمه الروعه، ولو ان لي ملاحظات بسيطه جدا جدا عليها يعني، لكنه سرد مرتب ومسلسل ويوثق جرائم دول الأمة المتعاقبة. كثير من الناس ما يعرفوش أنه أنا كنت في مؤتمر الحوار الوطني أكثر واحد يثير موضوع فتح ملفات جرائم دول الأمة المتعاقبة، وأنه كان أنصار الله في هذا كذا الوقت هم كان يعارضوا مثل هذه فتح الملفات، وقالوا أنه بالنسبة للعدالة الانتقالية أنها تحدد فقط من 62 و67 فقط بالنسبة لفتح ملفات العدالة الانتقالية. أنا أصريت أنه لابد أن يفتح ملف العدالة الانتقالية ما قبل 62 وضرورة فتح جرائم دول الأمة المتعاقبة في حقنا إحنا كيمنيين بشكل عام يعني. طبعا الاخ العزيز البوكالي هو ما جابش حاجه من عنده يعني، في الحقيقه يعني الجرائم الذي ارتكبتها دول الامه المتعاقبه هي مرصوده وموثقه في كتبهم هم، وكانوا هم لا زالوا، اذا قريتوا انتم الكتب ما ادري احد، لكن البوكالي واضح انه مطلع عليها. هذه الكتب كلها هي كانت تسرد في كتبهم بتفاخر، انه دخلنا القريه الفلانيه وخربناها، ودخلنا المدينه الفلانيه وصادرنا كل المنتجات وحملنا وطلعنا يعني بشيء من الفخر، وهذا شيء موجود. اظن في مؤسسه الامام زيد في صنعاء الذي استحدثت مؤخرا موجود كل هذه الكتب، عادوا طباعتها، واللي كانت مخطوطات أيضا يعني حققوها وطبعوها، حتى أنه صارت الدول الأئمة المتعاقبة موجودة مسلسل، تقدر تشتري مثلا تاريخ عبد الله بن حمزة، تاريخ اللي ذكرهم الناصر وغيره غير كثير، كل الأئمة يعني موجودين تاريخهم، كل واحد صار معه إما كتاب أو كتابين، وكانوا يذكروا هذه الأحداث بنوع من الفخر والاعتزاز أنهم كسروا اليمنيين، أنهم قتلوهم. أيضا موضوع أنه كانت الأئمة في فترة من الفترات، هذه مصيبة اليمنيين، أنه من فعلا من يوم دخل الرسي إلى اليمن كانت مشكلة عظيمة، أثار حروب طاحنة، حتى أنه في فترة من الفترات كان داخل الأسرة الواحدة كان في فترة من الفترات 8 أئمة يتقاتلوا باليمنيين، تصوروا يعني. وهي والمقولة اللي أنه الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي، لي مقال في هذا الموضوع يمكن تدخلوه في النت وتحصلوه، هي مقولة أحد الأئمة أنه اختلف هو واحد من أقرباءه على الأئمة، ما اتفقوش، فقال أنا إيش أنا خسران يعني، الحجر من القاع والدم من رأس القبيلي. مشكلة. طيب. على العموم الناس كثير لديهم نوع من الغشاء حول موضوع، بالذات موقفي أنا واضح ما يتغير أبدا، سواء كان في ناس كثير تحالفوا مع الحوثي في 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 مؤتمر الحوار وقبل مؤتمر الحوار، منهم مثلا الإصلاح واللقاء المشترك كانوا متحالفين في الساحات في الوقت اللي أنا كنت مختلف معهم،
في مؤتمر الحوار كثير منهم تحالفوا مع الأخوة أنصار الله، تحالفوا التحالف يعني أنهم في نهاية المطاف الحراك الجنوبي تحالف مع الأنصار في فترة من الفترات، المؤتمر تحالف معهم، الإصلاح تخادم معهم في الوقت اللي وأنا كان موقفي واضح واضح جدا يعني. طيب استاذ مصطفى، لموضوع التاريخ وموضوع نعم. الجرائم الذي ارتكبت في حق اليمنيين. لحظه سيدي نعم. اعطيني فرصه، عرفت ولا لا؟ فاحنا في مؤتمر الحوار الوطني كنت انا اكثر واحد مصر على فتح الملف ما قبل 62، وكان اغلبهم موقعين على انه فقط من 62 وما فوق. في النهايه وصلنا الى حل انه بالنسبه للقضايا التي لا زالت حيه ولا زالت اثرها موجوده، فأن هذا القرار يشملها حتى ما قبل 62، وهذا كان بضغط وإصرار ونضال مني. أما البقية ما كانش عندهم مشكلة مع التاريخ القديم لدول الأمة مطلقا، وقعوا على النقطة أنه هذه. بعد 62 يغلق الملف. عفوا أستاذ مصطفى، تعيد لي النقطة هذه لو سمحت، أنا مش مركز، ما كنت مركز عليها، العفو منك. أقول لك أنه بالنسبة لموضوع فتح الملفات قبل 62 دول الأمة المتعاقبة وجرائمهم، كان نعم. أغلب المكونات قد وقعت على أنه العدالة الانتقالية فقط من بعد 62 و67 فقط بالجنوب و62 في الشمال، ما قبلها خلاص هذا كأمر ملغي. فأنا أصريت على أنه لا بد أنه هذا يفتح الملف، لأنه إحنا لازلنا وناس كثير من اليمنيين لا زالوا يعانوا من هذه الجرائم إلى حد اليوم، ومنها مثلا مصادرة أملاكنا. يعني إحنا مصادرة أملاكنا بملايين اللبن وهذا لا زالت للآن مصادرة في وزارة الأوقاف، عملوها تحت بند التراب، وكانوا يدرسوا المدارس الزيدية في الجامعة الكبير على مخرجات ومبيعات واستثمار أراضينا وممتلكاتنا، الخراج على الخراج حق الأراضي حقكم. نعم. فكنت أنا أكثر واحد مصر على موضوع فتح ملفات جرائم الأئمة ما قبل 62، بعكس بقية المكونات الأخرى، سواء كان الإصلاح أو المؤتمر أو الـ أو الـ 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 أو الـ أو الاشتراكي أو الناصري بشكل عام، كل المكونات كانت موقعة فقط على أنه العدالة الانتقالية تشمل فقط ما بعد 60، وأنا أصريت أنه لازم بد أنها تشمل ما قبل 62، لأن هناك جرائم فظيعة وفظائع ارتكبت في حق الشعب اليمني ولا بد أنها تفتح. وناضلت نضال شرس وقوي، وتلقيت التهديدات بالقتل والحاجة لا يتصورها عقل، مقابل أنه أنا لابد أن هذا الملف ما قبل 62 لابد يفتح. في النهاية وجدوا حل، أنه قالوا أنه ما نعمل حل وسط، لأنه أنا رفضت أنه كل القرارات هذه تمر أو أنها يتم التصويت عليها. نعم. بحكم أننا أمثل مكون أصيل وأصيل في تاريخ اليمن وحضارته. صح صح. في النهاية هم وصلوا وأنا مش مقتنع، لكن إيش أسوي إذا كانت بقية المكونات وافقت عليه؟ وصلنا إلى أنه أي مشكلة أو أي قضية لا زالت حية ولا زالت مؤثرة على بعض المكونات اليمنية ومنها نحن، أنها أيضا تشمل ضمن العدالة الانتقالية من حيث جبر الضرر ومن حيث إعادة الممتلكات وإعادة والاعتذار المعنوي. جميل. من خلال أنه اتفقنا على أنه على تشكيل هيئة متخصصة بالعدالة الانتقالية، وهذه الهيئة تشمل قضاة ومحترفين تفتح كل القضايا، حتى الناس الذي ما دخلوش مثلا في الحوار ولديهم قضايا، مثلا عندك قضايا أصحاب خولان في موضوع المشايخ الذي تم تفجيرهم واغتيالهم في أيام الحزب الاشتراكي في أظن في لهجة أو في منطقة في الجنوب أيضا. نعم. اتفقنا أنه أي جهة أو أي شخص أو أي مكون لديه مظلومية يستطيع تقديمها
للجنة أو هيئة العدالة الانتقالية للنظر فيه، وعلى الجهات الحكومية بكل مؤسساتها أن تقدم كل ما تريد هذه الهيئة من معلومات بشفافية مطلقة. جميل جميل جميل. أنا أريد أن أوصل لفكرة أنه في الوقت الذي إحنا كان موقفنا واضح، في ناس كثير كانوا هم متحالفين مع الحوثيين زي ما قلت لك، وكان بينهم نوع من التخادم حتى الإصلاح سواء في الحوار أو ما قبل الحوار. صح. عرفت ولا لا؟ صحيح كلامك حق أستاذ مصطفى. صحيح. عندك إذا عندك أي أسئلة زي ما قلت تفضل. أنا طيب أنا سأعود لك أستاذ مصطفى. إحنا نتكلم دائما بشفافية وبشفافية. أكيد 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 أكيد. أنت رجل لك وضعك ورجل لك دورك، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الكلام، ولا يوجد أي خلاف للعلم. يعني أعود للدكتور علي البكالي ثم أعود لك أستاذ مصطفى. أعود للأستاذ علي البكالي في مداخلته، وبعدين برجع في سؤال محدد أريد أن أوجهه لك، بس أخلص مع الدكتور علي البكالي. تفضل دكتور علي البكالي. كل الشكر للدكتور علي البكالي لسرده التاريخي الرائع جدا. جميل. ولو قلت له أنه في ملاحظات بسيطة عليه سأتواصل معه مباشرة عليها. دكتور علي البكالي. شكراً شكراً دكتور محمد. شكراً أستاذ مصطفى. دكتور مصطفى شكراً لكل الزملاء. أنا في الحقيقة فيما يخص مسألة القانون الدولي وما الذي يمكن الاستفادة منه في القانون الدولي، أنا أقول أنا دائماً مع الواقعية أيضاً، يعني لست مثالياً يوتوبياً وإنما واقعياً، ولكن هناك ثلاثة مستويات يعني لمسألة القانون الدولي، لمسألة استفادتنا من القانون الدولي، وليس القانون الدولي في وضعه التطبيقي، إنما كيف يمكن تعاملنا مع المجتمع الدولي. هناك ثلاثة مستويات. أولا نحن نتحدث عن جريمة فكرية، فكر الحوثية هي تساوي أو أفظع من فكر القاعدة وداعش، لأن الفكر أصلا هو الذي يقود إلى الأعمال الإرهابية والجرائم الإرهابية. صحيح صحيح صحيح. هذا الفكر متأصل من قرون طويلة، فكر عنصري تكفيري ينزع إلى العنف والإبادة الجماعية، يعني يقاتل اليمنيين على أساس أن له الحق في السلطة حصريا، يعني ليس متورعا في قتل أعداد كبيرة من اليمنيين بأي شكل من الأشكال، سواء بالقتل العادي أو الحرق أو قطع الرؤوس أو يعني تعليق الجثث على الأشجار أو أي شكل من أشكال القتل يمارسها، يبيد الأطفال يبيد النساء يبيد المدنيين، ليس عنده يعني حدود للجريمة. هذه الجريمة أساسا هي جريمة نابعة من فكر. فإذا المستوى الأول القانون الدولي يضمن مسألة تجريم الأفكار المتطرفة، أليس كذلك؟ ما دام أن القانون الدولي في نصوصه يضمن تجريم الأفكار المتطرفة سواء كانت تدعو إلى العنف والتطرف أو تكفير للمجتمعات وللمجتمع وتكفير للآخرين، أو ترفض المختلف دينيا معك سواء مذهبيا أو دينيا، أو يعني تدعو إلى عنصرية عرقية أو سلالية أو غيرها، ما دام أن المجتمع الدولي يوفر الغطاء لرفض هذا الفكر المتطرف الإرهابي، إذن هذه الفائدة الأولى وهذا المكسب الأول ينبغي أن أكسبه. ينبغي أن تكون لدينا أولا قضايا مرفوعة لدى المحاكم الدولية، ابتداء بأن هذا الفكر يعني يؤصل لعمليات إرهابية وعنف منظم داخل المجتمع اليمني من قرون خلت وإلى لحظتنا هذه. فنكسب أولا المسألة الفكرية، يعني في المحاكم الدولية نكسب مسألة أن هذا الفكر مجرم، الفكر الحوثي والفكر السلالي الإمامي يدخل ضمن التجريم الدولي. المستوى الثاني تجريم الفعل، ما دام أن هذا الفعل سواء القتل خارج القانون سواء كان قتل فردي أو قتل جماعي، الحروب التي تشنها هذه الميليشيا عبر التاريخ والميليشيا الحوثية اليوم، تفجير المنازل والمساجد والمدارس، التعليم أيضا الطائفي، يعني أنواع القتل بقطع الرؤوس أو بالسحل أو بالتمثيل بالجثة أو بتقطيعها أو بأي شكل من الأشكال، هذه العمليات الإرهابية، يعني استهداف المدنيين استهداف الأطفال، أليس هذا يعني العمل مجرما كذلك في القانون الدولي؟
يعني كجرائم منظمة ضد الإنسانية؟ بلى. إذا نكسب هذا الموقف. مسألة أن هناك دول متحكمة يعني في القرار الدولي في مسائل يعني استغلال القانون الدولي، في مسألة التطبيق، في مسألة تنفيذ العقوبات الدولية، هذه مسألة أخرى تماما. يمكن أن يعني نكتفي بمسألة تجريم الفكر وتجريم الممارسة، ويمكن بعدها يعقلوا أصحابنا ويتخلوا عن هذا الفكر ويدينوه ببيانات، يدينوه بالتزامات خطية من كل أسرة من هذه الأسر التي تدعو إلى الإمامة، تلتزم بكل أعضائها بأنها تخلت عن هذا الفكر، وأن أي شخص يعود إلى هذا الفكر في أي لحظة تنزع منه الجنسية ويعتبر يعني خارج القانون ويعاقبه القانون. هذه لابد منها. أيضا إذا حصلنا على مسألة تجريم هذا الفكر، ينبغي أن ينعكس هذا التجريم في الدستور اليمني وفي القانون اليمني، تجريم الفكر وتجريم الممارسة، وأن يكون بيننا وبينهم اتفاق على هذا الكلام، أن يتخلوا عن الارتباط العرقي العنصري. ما معنى أن يظلوا هم من 1000 سنة وأكثر إلى اليوم وهم مرتبطين عرقيا وعنصريا بطول اليمن؟ يا رجل أنا أو أنت أو أي يمني، لا أدري من هو جدي السادس أو السابع أو أكثر، وهذا يؤصل لنفسه من 1000 سنة وأكثر، وتظل أسر مترابطة عبارة عن عصابة داخل اليمن. هذا احتلال. إما أن ينبغي أن يعترفوا أنهم مواطنين يمنيين يذوبوا في المجتمع مثل ما نذوب نحن في المجتمع، ويتزاوجوا ويزوجوا ويندمجوا في المجتمع، أو أن يظلوا ملتزمين بهذا الترابط وهذا الانسجام، وبالتالي نصل وإياهم إلى حكم في المحاكم الدولية لتصنيفهم بأنهم عصابة إرهاب عبر الزمن. فإذا أصبحوا عصابة إرهاب عبر الزمن، بالتالي المجتمع ممكن يتصرف معهم بطرق مختلفة تماما. لكن أعتقد أنه إذا وصلنا إلى هذا المستويين، إلى هذين المستويين فقط، مستوى تجريم الفكر بحسب القواعد والقوانين الدولية الموقع عليها من كل دول العالم، والمستوى الثاني تجريم الفعل، يبقى المستوى الثالث سيخضع مباشرة لمسألة أن يكونوا يمنيين وأن يعني يندمجوا في الشعب اليمني. ما يدفع بهم إلى التمادي والإجرام هو أنه لا يوجد رادع قانوني يردعهم، حتى وصلوا في الحوار الوطني إلى أنهم يطالبوا أن يكون لهم كوتا طائفية، أن يكون لهم كوتا للسلالة العلوية للسلالة الهاشمية في اليمن، وكانوا يطالبوا بكوتا، وأيضا طالبوا بأن يكون لهم جزء من جغرافيا اليمن خالصة لهم تحكم بنظرية الإمامة، يعني ضد الجمهورية وضد الديمقراطية وضد سيادة الدولة. كيف يمكن تتفق مع هؤلاء؟ إذن أولا يجب أن نسعى لتجريم هذا الفكر، ثم تجريم هذه الممارسة، الممارسة الناتجة عن هذا الفكر، والمسألة الثالثة هنا بعد أن نتركها لمسألة الدبلوماسية والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور علي. أتي على مداخلة الأستاذ الصحفي حافظ مطير، ومن ثم أعود للأستاذ مصطفى خالد. الدكتور مصطفى خالد تفضل أخي حافظ. أسعد الله مساءكم بكل خير. ومساءك أخي الحبيب. ومساءكم جمهوري يمني حميري قحطاني خالي من أو مراض السلالة ودنس التاريخ وإرهاب الكهنوت. هناك طرح جميل طرحه الأستاذ علي البكالي أو الدكتور علي البكالي، إضافة إلى الطروحة الجيدة التي طرحتها الأستاذة أمال الدبعي والمحامي أمال الدبعي. هنا تساؤل لابد أن نطرحه: لماذا تقتلنا الهاشمية؟ وهل بإمكان أن تندمج الهاشمي مع المجتمع ويكون يمنيين ونتصالح معهم؟ هذا السؤال لابد أن يدرس. يعني أولا عندما نأتي للإرهاب بشكل عام وقيادة الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم بجميع أشكالها وأطيافها، سنجد سواء كانت القاعدة من جميع زعماء أو الحشد الشيعي أو الحوثيين أو حزب الله، سنجد أن زعماء كل هذه الجماعات ينتموا إلى نفس السلالة، وتجد أن إذن الارتباط
للإرهاب مع هذه السلالة الهاشمية هو ارتباط عضوي. أبو بكر البغدادي لو جيت تشوف أبو بكر البغدادي هاشمي. قاسم الريمي برضو اسمه قاسم مهدي أبكر برضو هاشمي. الوحيشي برضو هاشمي. كل جميع زعماء الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش والحوثيين وغيرهم هم هاشميين. لماذا يسعون هذا الشيء؟ ولماذا هم إرهابيين بذات؟ لأنهم يعتقدوا إن للناس عليهم حق ديني ويجب أن يعطوه ويجب أن يكونوا أئمة ويكونوا هم الوارثون. بناء على الحق السلالي أو التوارث الكهنوتي بحجة انتسابهم إلى النبي محمد أو إلى فاطمة أو إلى علي. ولهذا طالما أنهم ينتسبوا إلى هذه السلالة إذن على البشرية حق أن تمنحهم حق الولاية وحق السلطة وحق التسلط على رقاب اليمنيين ما لم سيبيدوها ويقتلوها ويفجروها ويدمروها. فلم تعرف اليمني الإنساني من هذه السلالة بالذات إلا الإرهاب والقتل والدمار على مدى 1200 عام. نحن ذكرت الأستاذة أمال الدبعي هل يوجد كتب لهذا الجانب؟ هناك دراسة نشرها المركز الفرنسي باللغة الفرنسية واللغة العربية وهي المعتزلة في القرن السادس الهجري. الدراسة هذه البحث التاريخي للدكتور علي محمد زيد كرسالة الدكتوراه بذل جهد كبير فيها وجمع المخطوطات والأوراق فيها وتكلم عن كل ما قام عبد الله بن الحمزة لفرقة المطرفية وكيف تعرضت للإبادة والطمس من وجه التاريخ. فهذه الجريمة لحالها كفيلة موجودة في المركز الفرنسي باللغة الفرنسية واللغة العربية، فيستطيعوا أن يبحثوا عنها في النت ويجدوها باللغتين. فهذه الجريمة لحالها كفيلة بأن يحاكموا عليها لأنه أباد فكر كموروث فكري كأكبر مكتبة فكرية في وقش الفكرة المعتزلة في تلك المرحلة، وكانت فكر متقدم على عصره في تلك المرحلة، لكنه قام بطمس موروثهم الفكري وإبادتهم تماما إضافة إلى إبادة المجتمع. الشيء الآخر، هل بإمكان أن تندمج الهاشمية في المجتمع أو في اليمنيين أو نصلحنا وياهم إلى وفاق بأن يكونوا يمنيين؟ أعطى اليمنيين فرصة للهاشمية كي تندمج في المجتمع من ثورة 26 سبتمبر إلى 2014 كي يكونوا يمنيين، فكانوا هم السلطة وهم مراكز الاقتصاد وهم الدولة وهم كل شيء. في محاولة للتقارب بين اليمنيين ولما الشرخ الاجتماعي، لكنهم رفضوا الاندماج الاجتماعي رغم الامتيازات التي منحتها لهم الجمهورية، وصاروا ينخروا بالجمهورية من الداخل. أنت لو تأتي كيف عطلوا القضاء من قبل 25 عاما من أجل خلق حالة من الفوضى والإرباكات في الجمهورية وتقديم الإمامة على أنها هي النموذج الجيد. ولهذا كان عندما تتكلم وعاد الحوثي داخل صعدة بداية حرب صعدة الست يقول لك الحوثي أوجد العدل، الحوثي أوجد الأمن والأمان. ما كان القضاء حكرا عليهم من ثورة 26 سبتمبر إلى اليوم، معظم القضاة لابد أن يكونوا من السلالة الهاشمية وكان مع هذا القضاء حكرا عليهم، إلا قل قليلة منهم من اليمنيين الذين حاولوا اختراق مؤسسة القضاء. عطلوا القضاء بحيث أنه تشيع الفوضى وتشيع الثارات، ولهذا يعتبر المسؤول الرئيسي عن الثارات الموجودة في اليمن هو تعطيل القضاء، وتعطيل القضاء من يقف وراه هو المشروع الهاشمي الذي كان متوكل في مؤسسات الدولة. الشيء الثاني، أقلقوا الأمن من الداخل وعملوا من خلال اللوبي الذي أوجده يحيى المتوكل في مؤسسات الدولة، عمل على إفشال المؤسسة الأمنية من الداخل واختراقها بالعناصر السلالي، وساروا يختلقوا الإرباكات من داخل مؤسسات الدولة نفسها. ولهذا عندما كان الحوثي يتحرك بصوب عمران كان يقول أوجد الأمن والأمان وأوجد العدالة. ولو نلاحظ
سنجد انه بعد سقوط العاصمه صنعاء فتحوا مكاتب للشكاوي ورد المظالم كما يقولوا، بحجه انهم اوجدوا العداله، لانهم عارفين ما اشتغلوا على هذا العمل الذي هو الامن والعدل منذ ثورة 26 سبتمبر من خلال سيطرتهم على المنظومة القضائية والمنظومة الأمنية وخلق حالة تذمر لدى الناس، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة إلا بناء على ركيزتين أساسيتين، العدل والأمن. فإذا اختل العدل سقطت، فإذا اختل العدل والأمن سقطت الدولة وعمت الفوضى وشاعت الحروب الأهلية والمشاكل بين المجتمعات. إذن من ذي أوجد هذه الاختلالات؟ هم. الشيء الثاني، ظلوا يعملوا من داخل المؤسسات الجمهورية بشكل لوبيات لإعادة إنتاج أنفسهم المنظومة الهاشمية بشكل جديد حتى أسقطوا الجمهورية. الآن من ذي بيواجهنا في المنظمات الدولية ويعمل على تضليل الرأي العام الغربي هما أولئك الذين ابتعدوا للدراسة على حساب الجمهورية وأكلوا وشربوا من خيرات الجمهورية، هم الآن من بيضللوا الرأي العام الغربي ومن بيشتغلوا بمنظماتهم لتبييض وجه الكهنوت الإمامي الحوثي، برغم أن اليمن قد كان حاولوا أن يتناسوا الجرم الكهنوتي والإرهاب الذي مرسب حق اليمنيين منذ أكثر من 1200 عام أو منذ غزو حبر الحسين الرسي إلى بيت حميد الدين، إلا أنهم الآن أوقظوا الجرح من جديد وأكدوا لليمنيين أنهم لا يمكن أن يكونوا يمنيين، بل سيكونوا عصابة سلالية إن حاولت أن تدخلها في الدولة من الداخل أنهكتها ودمرتها وعملت على إفشالها. ولهذا كان يحاول أن يشيع في الناس مصطلح رحم الله الإمام، فعمل أحمد الكحلاني عندما كان أمين العاصمة بإزاحة كل مآثر سبتمبر من العاصمة صنعاء وفي مقدمتها مارد الثورة الذي ثورة الجمهورية، يعني دبابة الجمهورية التي دقت معقل بيت حميد الدين وبنى في موقعها حمامات عامة. إذن كيف نثق بهم هؤلاء؟ كان عبد الوهاب الدرة محافظ محافظة دمار يبعث بكل أموال الأوقاف إلى داخل صعدة لتمويل حروب صعدة، كان الهواشم مسيطرين على كل المؤسسات الحيوية داخل الدولة وكان يدفعوا باشتراكاتهم إلى حروب صعدة لتمويل الحروب التي كانت تشن على الدولة، إضافة إلى ما كان يقوم به يحيى الشامي من هندسة إعادة تدوير المنظومة الإمامية. يحيى الشامي، الكحلاني، عبد الوهاب الدرة، حمود عباد، هؤلاء فليكن لنا عبرة بهم، هما كانوا إماميين داخل مؤسسات الدولة، كانوا يسيطروا على الجهاز على المالية أو مراكز الاقتصاد، مصادر القرار، المراكز الحيوية للمعلومة، ومن خلال هذا استطاعوا أن يسقطوا الدولة. فلم تسقط الدولة في 2014 أو في 21 سبتمبر 2014، بل كان الانكشاف الأخير للانقلاب الذي أبدوا في وقت سابق. إذن فلماذا انقلبوا على الدولة؟ هنا سؤال، لماذا انقلبوا على الدولة وكانوا هم دولة؟ لماذا انقلبوا على الدولة في 21 سبتمبر 2014 وكانوا هم الدولة؟ كان حسين بدر الدين الحوثي عضو مجلس النواب، يحيى بدر الدين الحوثي برضو عضو مجلس النواب، عبد الملك الحوثي كان مسؤول في صنعاء وأفرج عنا علي عبد الله صالح وأعطاه ملايين الدولارات كي الملايين الريالات اليمنية كي يعيش كإنسان محترم، وأعطاه جزء من زكوات صعدة كي يعيش مكفي عن الآخرين، بل كانوا أكثر ثراء من اليمنيين. إذا بينما اليمني لم يكن يعرف إلا ثلاثة أشياء، يا عامل، يا مغترب، يا عسكري، يا عاطل عن العمل، وهما كانوا مسيطر على. لماذا انقلبوا على الدولة وهما كانوا الركيزة الأساسية والدعم الأساسي للجمهور في داخلها؟ الإعلام كانوا هم المسيطرين عليه، لو تأتي لكل الإعلامين الذي كانوا في كل القناة في الفضاء اليمني سجدهم، هم المسيطرين عليه، سواء كان المروني أو غيره وغير عبد الرحمن العابد، كل هذه المنظومة الإمامية الأشول الآن هما صاروا يشتغلوا في المشروع الكهنوتي كإعلاميين. إذن من كان لماذا أسقطوا الدولة؟ أسقطوا الدولة لأنه لم تعد تمتلك هويتهم، ولهذا سيظلوا على زرع القلقلة في أي مجتمع وفي أي دولة وفي حال قيام دولة إذا لم يتم تجريمهم حتى تكتسب هويتهم، لأن الهوية اليمنية
هي هويه ناتجه عن التراكم الحضاري التاريخي للحضارات اليمنيه المتعاقبه، وهم يحسوا انهم غرباء ودخلاء عليها. ولهذا اول ما قام به يحيى حميد الدين ماذا عمل؟ عمل على تغيير هويه الدوله الى المملكه المتوكليه الهاشميه. اذا فهنا الصراع هو صراع هويه بين شعب يريد ينهض بذاته وحضارته، وما بين سلاله تريد ان تستعبده. ولهذا اطلقوا ما بات يعرف بالهويه الايمانيه. لماذا؟ لانها هي المناقضه للهويه اليمنيه التي هي ناتجه عن التراكم الحضاري للحضارات اليمنيه المتعاقبه. هل نعود الى نفس السؤال الاول، هل سيقبلوا بانهم يكونوا يمنيين؟ لا يمكن ان يقبلوا بان يكونوا يمنيين الا اذا تم تجريمهم وتجريدهم من ان يكونوا شركاء في اي دوله والزامهم بدفع التعويضات على ما ارتكبوه هم واجدادهم باعتبارهم امتداد للتاريخ المظلم للامامه الكهنوتيه منذ قصف بن حسين الرسي لليمن الى اليوم. فاذا تحملوا وزر اجدادهم ووزر ما فعلوها اليوم هما سيخضعوا ولا بد وتجريمهم سيضطروا انهم يتماهوا في المجتمع، ونحتاج الى فتره كي يتلاشوا عن كل الترسبات حتى ياتي ثلاثه اجيال الى اربعه اجيال ياتي فاقد انه سلاله مقدسه وان له امتيازات. ما لم ستظل المشكله نفسها وسيظل يختلق الاشكاليات نفسها. نحن لو ناتي الى الجنوب من بيختلق الاشكاليات في المناطق الجنوبيه ويحاول ان يغيب الهويه الجمعيه اليمنيين؟ هي نفس السلاله. من بياتي بيختلق المشاكل في الوسط؟ هي نفس السلاله. من بيحمل الشعارات المناطقيه والجهويه؟ هي نفس السلاله. عملت على تمزيقنا وتفتيتنا بينما نحن نتعصب ونتمترس خلف الشعارات الجهويه والمناطقيه والمذهبيه وهما يسيطروا ويتقاسموا اليمنيين. قامت ثوره 2011 فكان التقاسم والتحاصص بين الهاشميين بينما اليمنيين يتصادموا في الساحات على ماذا؟ كي يمسك المحاصصه هؤلاء. اذا الحل هو تسليم الامامه فكرا وانتساب. الجانب الثاني هو معاقبتهم ورصدهم ووضع ضوابط لهم حتى انهم يخضعوا للمواطنه المتساويه وان يكونوا اقل شانا من اليمنيين. وعندما يذوبوا ويذوقوا ويحسوا انهم مستهدفين. الو اخي حافظ، وين الصوت؟ ما في الصوت اخي حافظ. لا موجود بس الصوت ما انعدم، يمكن النت ضعف عليه. اخي حافظ يمكن النت احتمال النت. طيب كان عندي سؤال للاستاذ الدكتور مصطفى خالد. تسمح لي يا دكتور اروى بعد اذنك؟ تفضل اخي. تعقيب بسيط على بس على الاخ مطير. بس هو فعلا بس لحظه بس كلمه بس يا اخي. تفضل. هو فعلا انه دوله الائمه خاصه في عهد البدر هم رجعوا باتفاق هم رجعوا مسكوا الدوله في بموجب اتفاق حرب، لانه الإماميين والبدر حاربوا الجمهورية بدعم السعودي مدة 8 أعوام وأعادتهم السعودية في اتفاق حرب إلى الحكومة مناصبة، فرجعوا مسكوا كل دوائر الحكومة. بس هذا اللي معي ملاحظة عليها. طيب أستاذ دكتور مصطفى، من وجهة نظرك طيب أنت، هل ما هي السبل أو ما هي الوسائل يعني حتى لا نتهم عندما نثير مثل هذه القضايا، لا نتهم بالعنصرية ولا نتهم يعني بالعدائية أو مثل هذه الأشياء يعني، لا بس هو نوع يعني أنتم قد ذكرتم مثل هذه المواضيع في مؤتمر الحوار الوطني، لكن المعالجات والمعالجات القانونية وكيف إن احنا نستطيع نرجع نعيش، هل هناك مجال لنرجع نعود للعيش بسلام من وجهة نظرك؟ ايش السبل؟ والله يا سيدي السبل هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اللي توافق عليها الجميع، وتأسيس دولة مدنية تحتضن كل أبناء الوطن بعدالة وكرامة وحرية فكر ومعتقد.
هذا هو الحل، لأنه أما أنه إحنا كل واحد من هؤلاء يريد أن يبني دولة بمنظار مذهبي، لأنه الإسلام صار له صار أفكار متعددة واجتهادات كثيرة. صحيح. فأنت صحيح. تبني الدولة على أي مذهب؟ على المذهب الزيدي، ولا على الاثنعشري الجديد هذا اللي دخل، ولا على الإسماعيلي، ولا على الشافعي، ولا على الحنبلي، ولا على الحنفي، ولا على الإخواني؟ مذاهب متعددة، إحنا شتى أصبحنا مذاهب شتى. فالأفضل أنه تكون الدولة ذات شخصية اعتبارية، عرفت ولا لا؟ جميل جميل. و... 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 وتكون دولة قانون، وال... و... والدين مفتوح للناس كلهم. الدولة ترعى الدين، الدولة ترعى المذاهب كلها، عرفت ولا لا؟ زي شوف زي الدول الأجنبية، المذاهب والحرية الفكر يعني متاحة للجميع، لكن القانون، القانون يحكم الصغير والكبير، صاحب المذهب الفلاني وصاحب المذهب العلاني، كلهم تحت القانون متساوون في الحقوق والواجبات. هذا هو الحل. أما أنه كل واحد، حتى ولو أنا أقول لك، وأنا قد كلمتهم مرات كثيرة، الحوثيين وغيرهم والإخوان وغيرهم، أدلجة التعليم جريمة، أدلجة الناس جريمة، مارس مذهبك كما تريد، لكن لا تسيس الدين، لا تسيس المذهب. لأنه اليوم طلع الحوثي، بكرة بيجي الشافعي، بعده بيجي الإسماعيلي، بعده بيجي الإخواني، بعده لا نريد هذا. إحنا نريد دولة مدنية. دورات الصراع يا دكتور ستظل مستمرة إذا لم نعمل لها ستوب. الناس يحتكموا للقانون، والمذاهب كل مذهبك ما تريد، صلي كما تشاء، مسجدك كما تريد، ربي عيالك كيف ما تريد. وبالنسبة لمناهج التعليم، احنا اتفقنا في مخرجات الحوار، وهذا من أهم القرارات يا دكتور، انه تشكل لجنة من جميع المذاهب وجميع الاتجاهات الفكرية والسياسية، وهي هذه اللجنة هي التي تقرر وتصنع المنهج المدرسي الذي يتفق عليه كل الأطراف، واللي مختلفين عليه يخرجوه، مش ضروري. الناس متفقين على الغالبية، على غالبية الأشياء، أكثر من 90% حتى المذاهب متفقين، لكن الأغلبية متشبثين بما هو بالقليل المختلف عليه، ويتركوا الكثير المجمعين عليه. الحل هو، تسمعوني ولا لا؟ انه ما اسمع شنا عد اي صوت. ايوه نسمعك يا دكتور. ايوه نسمعك نسمعك. ايوه، فهو الحل هو حل دوله مدنيه. انا عجبتني رؤيه البروفيسور احمد شرف الدين الذي كان ينادي بدوله مدنيه، وهو ايضا من ضمن كان ممثلي انصار الله، وقدم هذه الرؤيه وناس كثير وافقوا عليها. لكن انه الانقلاب على كل شيء، وعلى المخرجات وعلى التمثيل وعلى الكذا، هذه ليست حتى من الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يوصي بحفظ العهود والمواثيق. لازم الإنسان المؤمن أو المسلم أو حتى يكون أي دين، كل الديانات تؤكد على مسألة احترام المواثيق والعهود اللي تقطع. مخرجات الحوار تم التوافق عليها ووقعنا عليها جميعا. صحيح. المفروض صحيح. أن كل الأطراف، المفروض أن كل الأطراف تحتكم لهذه المخرجات. دخول الأجانب سواء كان الإيراني، خلونا بنتكلم بصدق والله العظيم، دخول الأجانب سواء كان الإيراني أو السعودي أو الإماراتي أو القطري، هذا جرائم في حق الوطن. لا تعتقدوا أن الإيراني دخل عشان سواد عيون الحوثيين أو علشان السعود عيون اليمنيين، ولا تعتقدوا أن السعودي دخل. السعودي يقضم الأرض اليمنية منذ 50 عام، وهو يقضم الأرض اليمنية، والآن يقلع العلامات الحدودية اللي عملها مع صالح بعد ما أخذ مساحات هائلة من الأرض اليمنية. الإماراتي الآن ترك حقه الجزر لإيران وجاي وقفز فوق سوق قطرة. والسعودي الآن يريد يأخذ المهرة عشان يحاصر عمان وعشان يمد الأنابيب وكله طلع على البحر العرب. يعني أصبحنا مطمع للجميع، أصبحنا مطمع للجميع يا دكتور. أصبحنا ملطشة بالكلام الشعبي، أصبحنا ملطشة. المال السايب على مسترقة. طيب أستاذ مصطفى، تسمح لي يعني
أشكرك على إجابتك ومداخلتك، وبعد إذنك أعطي الفرصة للدكتورة أروى، هي رافعة يدها من زمان، وهذه أنا شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. الله يحفظك. سعيد بمشاركتي. راعي اسمعي يا أخي خالد، راعي راعي لا تهربش. لا أنا مش علق عليك. طيب انا بس ازعل على الدكتوره، ما اقدر اهرب منك ابدا، لا اليوم ولا غدوه ولا بعده. طيب حبلي 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 بحبلك تلوى يا اروى. طيب طيب عفوا دكتوره. اولا السلام عليكم. اول شيء انا يعني دفاع عن التاخير، انا كنت اول شيء كنت في ندوه اخرى، وثانيا كنت ايضا منتظره اتصال من القناه التلفزيونيه، وطبعا هذا اليمن اليوم هذا ما حد يصدقهم، يعني شوي ما يعني بيرفلوا رفل. على العموم بعدين حصلت المتأخر الرابط، والآن إلى إليكم. مساء الخير جميعا، ومساء الخير أيتها المتألقة القاضي آمال، الدكتور محمد والجميع. وأود أول شيء تصحيح مهم للدكتور مصطفى. أولا لم تسقط المناطق اللي أخذها السعودي إلا بسبب الإمام، علشان السبسطاقية، وعلشان يعني نكون عندنا يعني كلام منطقي وكلام تاريخي. وأنا كتبت هذا في الدكتوراه يعني، واستندت على الوثائق وقرأت المداولات وحرب 1934 التي دخلها الإمام بالجيش الحافي، بالجيش الحافي، ثم زلج عبد الله الوزير يتفاوض مع السعوديين، وكان ينتظر عبد الله الوزير أيام أيام ولا يصل إلى، لأنه لا يستطيع أن يفتي أمرا بدون موافقة الإمام. وطبعا قراءة الوثائق والمراسلات كلها وأسقطت، واستطاع الملك عبد العزيز في نص سطر نص سطر أنه يأخذ كل المناطق التي يعني طبعا في عهد علي عبد الله الصالح تم الصفقة، لكن هي بدايتها كانت من أيام الإمام يحيى، وهذا تصحيح للتاريخ ولا بد يعني كلمة لا بد منها هنا. النقطة الثانية، هل الموضوع هو هل سيقبل الحوثيين البقاء معنا ولا كيف؟ ما هو النقطة اللي هو موضوع الندوة اليوم؟ هل سيوافق يبقوا معنا؟ دكتور محمد موضوع اليوم هل يمكن دكتور محمد موضوع الندوة هو كان جرائم الائمه، جرائم ارهاب الائمه الهاشميه في اليمن خلال ال 1200 سنه. الدكتور علي البوكالي قدم ورقه عمل سردها واخذ رايه القانوني في مساله ادانه مثل هذه الجرائم التاريخيه، وهل يمكن محاكمتها محاكمه دوليه باعتبارها جرائم حرب. الاستاذه الدكتوره امل الدبعي والاستاذ الدكتور احمد حنحنه أدلوا بدلوهم القانوني طبعا، والدكتور علي البوكالي أدلى بدلوه السرد التاريخي، والدكتور علي الخولاني كان له مداخلات، والأستاذ حافظ مطر له مداخلات، الدكتور مصطفى خالد كان له مداخلة وسألناه حول يعني جانب المؤتمر الحوار الوطني وكيف عالج هذا القضية وهذا الموضوع. هذه الفكرة اللي حبيت أعطيك إياها دكتور أروى، تفضلي إذا عندك أي مداخلة، لأنه عندي الأخ محمود منصور أول مرة يجي معنا للسؤال، تفضلي دكتور أروى. تمام. إذا أولا أنا سمعت جزء من الحديث، وكما قلت لكم جئت متأخرة. أولا أقول لكم الهاشمي ليسوا مسؤولين عننا من البداية، لأنهم لم يأتوا إلا بدعوة مننا. يعني أنت الآن تعمل مشاكل داخل بلدك، صرت تدعي الأجنبي يجي يحكمك. وفي 282 هجرية كان هناك، وهذه مشكلتنا، منطقة خولان بني عامر مولد فيها صعدة، هذه تعرفوا في مناطق اسمها مناطق الضعف، هذه المناطق دائما تأتي منها المشاكل، لذلك هذه المنطقة دائما منطقة مشاكل. فتشاكلت القبائل في صعدة وذهبت في 282 هجرية تستجلب هذا المقبور القاسم الرسي. وعندما وصل إلى اليمن أول شيء طلبه أنه الدولة الزكاة، جيبوا الزكاة، زلاط مشروع حق هدار، وصل لها صنعاء، أهل صنعاء رفضوا يجيبوا لها الزكاة.
فدعا عليهم دعوة، قال لتباع عنا نساءكم بالدرهم والدينار. تخيل، يعني بيقول له عشان ما تبيعوا شيء الفلوس، والله لا تفكروا، إن شاء الله تفكروا وتبيعوا نسوانكم. هذا يعني الخطر. المهم أنه طبعا هرب غضبا، رجع لجبل الرس. بعد سنتين يرجعوا اليمنيين مرة ثانية، يتشاكلوا بينهم وبين البيت ويصيروا يتدوا من جبل الرس. قال لهم الحين أنا شحكم ما عاد ليش؟ قالوا تعال وحكم. ومن هذا كاليوم إلى ساعتنا هذه، إلى يومنا هذا، ونحن نعاني الأمرين. نفس الطاقم اللي يجوا كل يوم هم نفسهم، بس يعملوا أدوار جديدة. المهم يا أستاذ، الله يغنيك يا عبد الله، الله يعوض عليك بالخير، الله يعوضك بالخير. دعوة من من؟ مننا، يعني إحنا المسؤولين الآن. وبعدين قاموا كتبوا الكتب، وكان الإمام نفسه كتب كتاب مهم اسمه الحاكم الأحكام، عفوا كتاب الأحكام. وفي هذا الكتاب نص صريح وواضح بأن الحكم لا يكون إلا في البطنين، ونص هكذا، وأصبح قانون، وأصبح أنه هذا الحكم لا يكون إلا في هذول الناس. وتم تقسيم المجتمع، التقسيم اللي تعرفه الآن، اللي هو رأس الدولة اللي هم الهاشميين، ثم يليهم مشايخ القبل وهكذا. وإلى الآن أكثر من 1200 سنة ونحن نعيش المر، لأنه القوانين التي نصت عليها قوانينهم أنه يخرج الحاكم الظالم، مبدأ الخروج ومبدأ التعارض. عندنا مبدأين رئيسيين وهما مبدأ الخروج ومبدأ التعارض. مبدأ الخروج يقول أن الإمام يخرج على الحاكم الظالم، وهذا الذي جعلهم يخرجوا على علي عبد الله الصالح. اعتبروا علي عبد الله الصالح حاكم ظالما وخرجوا عليه بالسيف وسموه الدعوة. طبعا لم يستقر الحكم، لأن مبدأي التعارض والخروج جعلت كل حاكم يرى نفسه النسب للإمامة، وبالتالي يحارب الباقي. وبعدين أحد يموت، لأنه لا يوجد في المذهب الزيدي، لا يوجد الخليفة، لا يوجد ولي العهد، لازم ينتخبوه، لازم يختاروا من صحيح. تمام. فكانت هذه النقطة إنه يعني أن يكون 14 شرط من شروط الإمام الزيدي، ثم يكون صحة الدعور ولا يعني ما بشبع النقطة، يعني يكون كل سليم كامل مكمل. أهم، ولكن من يأنس في نفسه الرغبة. لذلك يجي واحد من الهاشم مثلا في شحارة يقول إنه كل الشروط تتفق معه، واحد ثاني يقع في صعطة من بيت الضحاك ولا من بيت جحر الحمار الداخلي. المهم هو الكل يرى أنه في نفسه، يستأنس في نفسه الرغبة أنه يكون حاكم، وبالتالي تقع حروب طاحنة بين الإمامين الذي دعا كل منهما في منطقة معينة، ويموت القبائل، وكل واحد معه مجموعة قبائل مهافيف، وجاءك يا جنانة. المهم أنه إحنا يعني لذلك في اليمن أكبر المقابر على الإطلاق. يوجد في اليمن يعني حالات مؤسفة من الموت ومن الجوع ومن الفقر المستدامة، خلوا بلادنا بلاد الحرب المستدامة للأسف الشديد. والآن نعيش نحن نفس هذا، هل سيوافقوا أنهم يعدلوا رؤيتهم؟ أنا لا أعتقد، أنا أقولها بكل صدق، لأنه تجربة 50 سنة الماضية تدلنا أنهم لن يتغيروا، لن يتغيروا. وأنا يعني هم يعني للأسف الشديد كل مرة يأتون بوجه جديد، كل شوية يأتون. يعني لما نكون إحنا يعني هم أكبر الاشتراكيين، لما نكون إحنا يمنيين عاوزين نكون قوميين أكبر القوميين، أو ما نشتي نقول إحنا ملحدين أكبر الملحدين، ما خلوا لنا منفذ، حرام نمسدوا علينا كل شيء. يعني إذا نرى أنه يعني نحتاج إلى قوة أكبر، لا نعرف، هزيمة مستحيلة، وأيضا العيش معه مستحيل. فنحن بين مرين، لا يعني أحلاهما، بين مصيبتين أحلاهما مر، لا نستطيع أن نتخلص منهم ولا نستطيع أن نقبلهم. فلا نعرف يعني ماذا سيطر عليه الوضع. والآن بعد تصنيف أمريكا، تصنيف أمريكا طبعا أنا كنت في ندوة عن تصنيف أمريكا وكان مع الشباب، وطبعا يعني أو 3 شباب هاشمين و3 شباب لا يعني الآن بيصيحوا جدا من تصنيف أمريكا لهم بأنهم إرهابيين. وأنا استشفيت من كلامه أنه فعلا يعني فعلا تأثروا، استشفيت أنه هذا أثر فيهم تأثير قوي جدا. ويعني
ما اعرف طبعا هم بيقولوا طبعا بيركزوا انه احنا يعني ستتضرر اليمنيين كلهم. قلت احنا اليمنيين ما عرفش معنا ونخسر. ما عندناش لا مرتبات به ولا وظائف به ولا ممنوع من السفر، الجوع موجود ما عاد نخسر. قالوا يعني ما دخلك بيتها قال ما يشلوا على ابوك، قلت ما عب الشيء. المهم شكرا لكم على هذا المداخله ويعني اعتذر على الاطاله. لا لا شكرا دكتور ارون، انت حضورك حضور دائما مميز وحضور مشرف لنا جميعا حفظك الله. وانت اقول هانش من تصدق انت اصدقنا واشجعنا واوضحنا. الله يعطيك الف عافيه. الله يحفظكم يا استاذ محمد. هذه شهاده يعني فعلا انا شهاده اعتز بها هي حقيقة. وانا يعني اعمل بدون والله والله إننا أعمل بكل جد ومن داخل قلبي، ولا أخذ سنت من أي جهة ولا من أي مكان ولا من أي أحد. دكتور أروى أنت أكبر من أي مستوى واحد ممكن يستطيع أن يتكلم مع يعني عفوا أنت يعني هامة. أيوة ما نقبل الكلام هذا يعني ولا نسمح فيه يعني أنه أحد يمس ابدا. الاستاذ محمود منصور. اخي محمود معي. ايوه معك اخي. معك دكتور. اول شيء بنرحب بك، اهلا وسهلا، انت اول مره معنا. كان لك مداخله تفضل بشكل سريع، لانه اريد ان اعود للدكتور علي البوكالي لانه عنده تصحيح تاريخي. تفضل بعدين اعود للدكتور علي البوكالي. نختم بالدكتور علي. أعرفكم عن نفسي، محمود منصور علي سيف، رئيس حملة رياح السلام، وأعتقد سمعتوها من ردود فعل الحوثي عنها في الفترة السابقة. طبعاً لن نتحدث عن إشكالية يعني الإشكالية وتنظير الإشكاليات. طبعاً إشكالية الحوثي كمشروع سلالي أكيد هي مشكلة كبيرة جداً. طبعاً هناك مشاريع صغيرة كثيرة هي تعتبر كسرطانات للأوطان، وهي المشاريع السلالية والمناطقية والعائلية والقبلية، هذه تعتبر كلها مشاريع صغيرة. واليمن يعيش دوامة صراعات منذ عقود وقرون بسبب هذه المشاريع الصغيرة. لذلك فإنه أفضل حل في يعني في فترة مثلا فترة لاحقة إذا تم وصول إلى حل وحسم عسكري أننا نعمل على تشريع قانون يعمل على تحكيم النفوذ. لا أدري لماذا في الحوار الوطني وفي كل يعني الاتفاقات السابقة يتحدثون فقط عن سحب السلاح، والسلاح يعتبر كأنه نوع من النفوذ وهو النفوذ العسكري، لكن الهاشميين وغيرهم من اللوبيات يعني القديمة والمعتقة لديها إمبراطوريات مالية ونفوذ سياسي في كل مكان وفي كل المكونات وفي كل. فأول شيء أنه يعمل يتم تشريع قانون تحكيم النفوذ، هذا كمقترح. بالنسبة لكلام الدكتورة تقول أنه لا يوجد أفق للحل في التعامل مع الحوثي كجماعة. طبعا أنا بعطيكم مثلا مقترح، يعني الآن السلاليين والحوثي يعتبر لا يمثل أكثر من 1-2% من حجم الشعب، وإنما استقواءه وغطاءه السياسي والعسكري الذي يقوم به هو من خلال عملية التضليل الإعلامي والسياسي الذي أكسب الشعب الذي هم الأقيال والقبائل والكذا، أكسبهم قناعة ورضا للعمل وفق توجهاتهم. استغل الحوثي أو أن الحوثي عمل على صناعة أحداث يعني تجعل المواطن اليمني في قناعة من عداء مشروع الدولة وعداء التحالف يعني لنا كدولة، وأنها دولة ماذا قاموا باستهداف المدنيين، وهذا ما لا يرضاه أي إنسان، ويقوم ويعتبر ويصنف الطرف الذي قام بالاعتداء أنه طرف العدو، ولذلك يقوم قام بصف الحوثي من هذا المنطلق. لذلك نحن لابد أن نعمل على تحصين المجتمع من الدوافع التي أكسبها الحوثي إليه ليعمل في مشروعه. طبعاً دوافع وصلت الفكرة. الهوية الوطنية لابد أن أيوة لابد أن نغل الهوية الوطنية كأنها هوية مقدسة. أخي محمود الصوت بيقطع والفكرة وصلت، شكرا جزيلا لمداخلتك. أعود للدكتور علي البوكالي حول نقطة التصحيح التاريخي.
وبعدها الدكتور أروى، هل أحد قبل أن أختم هل أحد له أي مداخلة بعد الدكتور علي البكالي؟ سأختم، هل أحد له أي مداخلة؟ طيب تفضل دكتور علي. أنا أود أسمع مداخلات وتصحيح الدكتور علي البكالي. طبيعي احنا حنسمع، احنا حنسمع كلنا دكتور أروى. أيوة يعني بعدها انا حختم بما يجب ان يكون من توصيات يعني. تفضل دكتور علي البكالي. شكرا جزيلا دكتور محمد، واشكر دكتور أروى في الحقيقه يعني فيما قدمت من معلومات والتصحيح بالنسبه لمقدم يحيى بن حسين الرسي ومسوغات مقدمه إلى اليمن. في الحقيقة لا يوجد لدينا من مراجع بالنسبة لمجيئه إلا سيرته التي كتبها علي بن محمد بن عبيد الله العلوي، وهذا هو ابن عمه وقائد وقائد جيشه، وكان واليه أيضا على نجران، وهو الذي يعني أقدم على المذبحة مذبحة نجران وتعليق أهل نجران منكسة رؤوسهم. طبعاً وقتله بعد ذلك أهل نجران، يعني قتله أهل يام أو قتله أهل يام بالتحالف مع أهل نجران. على كل هناك يعني معلومات أخرى تعيد تصحيح هذا التاريخ، لأنه كتاب تاريخ الأئمة حاولوا أن يجملوا هؤلاء الأئمة وأن يصفوهم بأنهم جاءوا إلى اليمن منقذين ولم يأتوا غزاة، وهم في حقيقة الأمر جاءوا غزاة، بدليل أن أول دولة أقيمت لهم تحت مسمى الزيدية كانت في جبال الديالمة وطبرستان في عام 158 هجرية على يد الحسن بن زيد. ثم استمرت هذه الدولة أكثر من 120 سنة ثم انهارت، وقامت بعدها دولة حسن الأطروش، وهو الذي تزامن مع يحيى بن حسين الرسي الملقب بالهادي. وقبل يحيى بن حسين الرسي جده القاسم بن إبراهيم خرج في الكوفة يدعو لنفسه بالإمامة في أيام المأمون، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر ودعا لنفسه بالإمامة ولم يستجب له أحد، فعاد إلى الرس وأعلن نفسه إماما في جبل الرس هذا القريب من المدينة، وبايعته تقريبا يعني 11 أسرة من الأسر العلوية الحسنية والحسينية الموجودة في جبل الرس. وابنه أو بزيه ابن ابنه يحيى بن حسين الرسي، يحيى بن حسين الرسي قبل أن يأتي إلى اليمن في عام 279 هجرية ذهب إلى طبرستان وإلى الديلم يدعو لنفسه بالإمامة هناك، فتعارض مع حسن الأطروش، وكان حسن الأطروش هناك لم يعلن نفسه إماما، كان ما يزال يعني محتسبا لم يصل إلى مرتبة الإمامة، تعارض معه حد الاحترام حد القتل. ثم اتفق الاثنان على أن يذهب يحيى بن حسين الرسي جهة اليمن ويدعمه حسن الأطروش بالمال وبالسلاح، فأعطاه في البداية المال، فذهب يحيى بن حسين الرسي في 208 هجرية إلى اليمن ودخل من صعدة وظل يتنقل كمصلح اجتماعي. وهذه المرحلة كانت مرحلة استطلاع، يعني في العرف السياسي ممكن تسميها استطلاع الأرض واستطلاع الجغرافيا بغرض الاحتلال أو بغرض الغزو. ظل 4 سنوات يعني يستطلع فيها جغرافيا اليمن حتى وصل إلى صنعاء، ثم اختلف مع أهل صنعاء وعاد إلى جبل الرس وعاد إلى طبرستان والديلم مرة أخرى، وأخذ معه جيش وقدم بعد ذلك إلى صعدة. فماذا يمكن أن نسميه؟ هل نسميه استدعاء بحسب ما ورد في سيرته، بحسب ما كتب ابن عمه بأنه جاء مصلحا بين قبائل خولان وهمدان؟ في حقيقة الأمر جاء غازيا، أتى غازيا اليمن، لأنه في المرحلة الأولى أتى يستطلع وضع اليمن، هل يستطيع أن يبني فيها سلطان سلطة له، سلطة سلالية له؟ فلما يعني رأى اليمن متفككة ومتفرقة بين عدة دول وكذلك بين الولاة العباسيين، رأى أنه بالإمكان أن يشن حروب في منطقة معينة من اليمن وأن يستطيع يعني أن يوجد له سلطة هنا، فذهب ليحشد له جيشا ويعود. هذا يعني هذه النتيجة التي وصلت إليها أنا من خلال أبحاثي، وحاولت أن أصححها في كتابي، الكتاب نشر تقريبا قبل سنة وهو نقض الاستعباد السلالي. شكرا جزيلا دكتور علي، انا اشكرك شكرا جزيلا. طبعا
أتمنى أنه نتاج الـ نتاج الـ نتاج الـ الحلقة هذه أنه يكون هناك التوثيق التاريخي كما ذكرت القاضية الأستاذة الدكتورة أمل الدبعي والأستاذ الدكتور أحمد الحلحنة، يعني بالمراجع التاريخية التي استندت عليها يا دكتور والحيثيات، حتى أنه إذا تم أو استطعنا أن نكون ملف لهذه القضية التاريخية باعتبار أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم. ومثل ما ذكر الأستاذ مصطفى خالد أنه هناك نافذة في إطار ما يسمى جبر الضرر أو إصلاح على الأقل الشعب اليمني بحاجة إلى اعتذار من هذه السلالة أو من هذه الجماعة، هذا أبسط الحقوق المعنوية والأدبية. هذه من ناحية أتمنى أن يتم هذا الجانب. الناحية الثانية يعني أتمنى أنه يكون طرحنا في المرة القادمة، يعني سأعمل على ترتيب هذا الأمر، وهو من أهم النقاط التي أصبحت لا نريد لها أن تصير في طي النسيان، وهي قضية مخرجات الحوار الوطني بين الفشل، سبب الفشل والانقلاب على مخرجات الأسباب الانقلاب والفشل حول مخرجات الحوار الوطني. وعندنا يعني مشاركين يعني على الأقل نوثق شهاداتهم التاريخية للأجيال القادمة يعلموا ما هو مؤتمر الحوار الوطني، ما دوره، سبب فشله، كل هذه النقاط سيتم الإعداد لها. أتمنى أن يشاركني في هذا الموضوع الأستاذ الصحفي حافظ مطير والدكتورة أروى، أحنبها معي كمان شوية ضروري، تمام. والموعد سيتم عليه عنه الإعلان في فترة لاحقة. وطبعا الضيوف حيكونوا مبدئيا الأستاذ الدكتور مصطفى خالد وال أيضا الدكتور علي بحكم عضو مؤتمر الحوار الوطني، وسنستضيف أيضا من الشباب أيضا الذي شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني في لجان مختلفة. شكري لكم جزيلا، شرفتوني وأسعدتوني وأضفتوا يعني إلي، كنتم إضافة لي، إضافة كبيرة جدا على مستوى المعلومات وعلى مستوى الشخصي. سعد الله مساكم، أتمنى أترككم بليلة سعيدة. دكتور علي تفضل أخي حبيبي. أنا أتمنى أنه تعملوا حلقة أو ندوة على ضرورة تجريم الجماعات الدينية. دكتور علي أنا أسد لك مقترح، دكتور علي الخولاني أنا أسد لك مقترح. أنا هذا أنا مع هذا المقترح. طيب اسمعني دكتور مصطفى خالد والدكتور علي، أنا أقترح وأتمنى الكل يوافقني يعني في موضوع الاقتراح. أنا ديمقراطي جدا، شوفوا بين اقترح أن الدكتور علي الخولاني يتولى الموضوع هذا. إحنا لا نكتفي بمشاركته فقط لا غير، بل نريد أن يقود حوار وأن يقود وجهة نظر، وهو إنسان كفء وإنسان قدير في هذا الجانب. صحيح. ودكتور يعني ويحمل كفاءة علمية وخبرة عملية، يعني أنا يعني لا أتكلم من مبدأ أنه يعني المجاملة أو شيء، لأنه ما فيش بيني وبينه إلا كل خير، إحنا بيجمعنا الهدف، وحدة الهدف التي تجمعنا. فهذا الموضوع يا دكتور علي أتمنى أنك تهيئ له، تحب يكون يعني قبل مخرجات الحوار الوطني أو مؤتمر الحوار الوطني المخرجات، تحب الموضوع هذا يكون بعد، أنا ما عنديش مشكلة. ما في مشكلة، على أساس يكون فيه تحب يكون موضوع الدكتور علي قبل موضوع مخرجات الحوار الوطني أو يصلح اللي تشوفوا أنتوا، إحنا معكم. موضوع المخرجات ممتاز، وموضوع تجريم نسيس الدين أيضا فوق الممتاز، لأنه ما يحصل في اليمن الآن من صراعات هو ناتج عن موضوع تسييس الدين. إذا نبدأ بما فوق الممتاز، حتى التدخلات الخارجية هي تستغل موضوع تسييس الدين. هناك راكبين للزيدية، وهناك راكبين للإخوان، وهناك راكبين للوهابية، كلها مشاريع من أجل النفوذ والتسلط على البلد. يا دكتور للأسف السعودية ترى أنها قلعة المسلمين السنة، وإيران ترى أنها قلعة المسلمين الشيعة، والصراع بالوكالة بين الطرفين ليس في اليمن فقط، بل في العراق، في لبنان، في
فإذا جاء يعني قانون بتجريم هذا القوى الدينية هذا شيء ممتاز. أنا مستعد يا دكتور علي، يا دكتور علي هو في مخرجات الحوار، في مخرجات الحوار الوطني تجريم تسييس الدين، إذا ندمجت الأحزاب الدينية ندمجت انت مع بعض. اسمحوا لي، اسمحوا لي دكتور محمد، دكتور خالد، أنا قرأت الدستور، قرأت الدستور المقترح، كل الدين، كل الدين ما بيش فرق. الدستور بعد الثورة كل الدين ما بيش فرق. اليمنيين مقافلين يا خلق الله، حرام انهم مسطولين قسما بالله العظيم. شعب عاطفي، شعب عاطفي. طيب شعب عاطفي، شعب عاطفي. دكتور الدكتورة خرجت من ندوة، يا على والله ايش الندوة، كان شيء حضرها. خلينا نسمع يا استاذ مصطفى، نسمع الدكتور علي الكالي. اتفق ان هناك خلل، اتفق مع الدكتورة اروى. خرجت خرجت الدكتورة وهي زعلانة من خلل دستوري وقانوني بالنسبة لبناء الدولة في اليمن، لأنه سواء الميثاق الوطني الذي عمل في 82 أو الدساتير التي تلت بعد ذلك قبل الوحدة وبعد الوحدة تنص على المسألة الدينية، أن الدين هو هوية الدولة، والأساس الدولة هي جهاز إداري، جهاز إداري وسياسي لا دخل له بالأديان ولا دخل له بالمذاهب مطلقا. طيب يا دكتور صح الله لسانك. دكاترتي وأساتذتي أقترح أن تكون ورقة العمل قراءة في مدى قابلية الجماعات الدينية للالتزام بدستور دولة يعني علمانية أو دولة محايدة لا تتدخل بالمذاهب والأديان. لا لا، التجريم أفضل، التجريم التجريم تجريم لازم تجريم. طيب أما قضية قابلية معناه بنأخذ ونعطي معهم. طيب اسمعوني، اسمعوا لي، تسمحوا لي جميعا بعد اذنكم، الموضوع يعني سندمج الموضوع مع بعض، باعتبار انه احدى مخرجات الحوار الوطني، احدى مخرجات الحوار الوطني هو تجريم الجانب الديني او تسييس الديني. تسييس الديني يا دكتور، يا دكتور محمد، دكتور محمد هو سبب فشل الحوار، صلى المظلمه الطائفيه. نعم تفضل دكتور احمد. الدكتور سبب فشل